أكيد أنه كثيرين ملتفين حول مائدة فطور الصباح، ونقول لكم بصحتكم، استمتعوا برشفات القهوة واستمتعوا أيضا بكل مناتيكم من مواضيع وخدمات. أولى خدماتنا راح تكون بأخبار الطرقات بعد الفاصل. تفضل. ينضم إلينا عبر الهاتف حضرة الرائد بالمديرية العامة للدرك الوطني الشيعي العياجي. صباح الخير حضرة الرائد، بما أننا بنهاية الأسبوع، كيف هي حالة الطرقات لنهار اليوم بما أن الكل يتأهب ربما لقضاء عطلة الأسبوع، وما هي أبرز النقاط التي تشهد اختناقات؟ صباح الخير لطفي، صباح الخير سوسن، صباح الخير لكل السادة المشاهدين. بالنسبة للحالة اليومية لشبكة الطرقات تابعة لإقليم اختصاص الدرك الوطني، هذا اليوم جميعها مفتوح للسير باستثناء بعض المقاطع التي تشهد يعني تقريبا يوميا بعض الاختناقات خاصة على مستوى المدن الكبرى، وكذلك بسبب ورشات الأشغال التي عادة ما تتسبب في اختناقات على بعض المحاور من شبكة الطرقات. على مستوى ولاية قسنطينة، الطريق الوطني رقم 3 في شطرها الربط بين مدينة قسنطينة وبلدية بيدوش مراد تشهد اختناقات في حركة المرور، وهذا راجع إلى الكثافة المرورية من النقطة الكيلومترية رقم 63 إلى غاية النقطة الكيلومترية رقم 71، وهذا من مفترق طرق المنطقة الصناعية إلى غاية مركز الإسعاف بيدوش مراد. على مستوى ولاية بجاية سجلنا الطريق الوطني رقم 9 في شطرها الربط بين ولاية بجاية والصيف تشهد كذلك اختناقات في حركة المرور بسبب ورشات أشغال إعادة تهيئة هذا المحور للسير، بالضبط على مستوى المكان المسمى بكاروز بلدية أوقاس. وعلى مستوى ولاية برج بوعريريج كذلك الطريق السيار شرق غرب في شطرها الربط بين ولاية برج بوعريريج باتجاه ولاية الصيف نجد حركة المرور بطيئة نوعا ما على مستوى جسر وادي الجبور ببلدية اليشير، وهذا راجع إلى أشغال إعادة تهيئة هذا المحور للسير. على مستوى ولاية الجزائر العاصمة لدينا الطريق الوطني رقم 11 في شطرها الربط بين مدينة الجزائر ومدينة جيرالدا يشهد كذلك اختناقات في حركة المرور بسبب الكثافة المرورية في الفترة المسائية خاصة على مستوى محول سيدي منيف. على مستوى ولاية وحران كذلك الطريق الولائي رقم 108 يشهد كذلك اختناقات في حركة المرور بسبب الكثافة المرورية، وبالضبط على مستوى دوار الويمة بإقليم بلدي الطفراوي. طيب ماذا عن حصيلة حوادث المرور الأسبوعية ولو نقارن بالفترة التي سبقتها، هل من تغيير؟ خلال الأسبوع الماضي وحدات الدرك الوطني سجلت 473 حادث مرور، أسفرت هذه الحوادث للأسف الشديد عن وفاة 82 شخص رحمهم الله وإصابة 906 أشخاص بجروح. بالمقارنة بنفس الفترة السابقة نجد أن هناك انخفاض في عدد الحوادث بثمانية حوادث مرور، ومن جهة أخرى ارتفاع في عدد القتلى ب 17 شخص وارتفاع كذلك في عدد الجرحى ب 101 جريح. وما هي أبرز الولايات التي سجلت أكبر حصيلة لحوادث المرور وماذا عن الأسباب؟ الولايات التي تم التسجيل بها أكبر عدد من هذه الحوادث هي ولاية طبازة الجزائر، عين تفلة، وهران، وولاية الويرة. أسباب وقوع هذه الحوادث، السواق تسببوا في 421 حادث مرور، المركبات تسببت في 14 حادث مرور، المحيط أي الطريق تسبب في 16 حادث مرور، والمرة تسببوا في 22 حادث مرور. طيب في نهاية لقائنا حضرة الرائد، ما هي أهم النصائح التي يجب أن نقدمها لكل مستعملين؟ وما هو ونذكر أيضا دائما بالرقم الأخضر الذي يمكن للجميع أن يتصل لدى الضرورة. نتوجه للإخوة مستعملي الطريق، ننصحهم دائما بالتقيد بقواعد السياقة السليمة واحترام قانون المرور، خاصة ونحن في عطلة نهاية الأسبوع حين تعرف مختلف أصناف محاور شبكة الطرقات تنقلات كبيرة للمواطنين. والرقم الأخضر الخاص بالدرك الوطني 1055 تحت تصرف الجميع، ونتمنى للجميع طريق السلامة وشكرا. شكرا لك حضرة الرائد بالمديرية العامة للدرك الوطني الشيعي العياشي على هذه المداخلة، ونتمنى الطريق السلامة لكل مستعملي الطريق. أكيد لطفي، حصيلة الحوادث اللي تعرض لي أو اللي تحدث عنها حضرة الرائد شيعاوي العياشي ربما تكون معظمها وأغلبيتها سببها الرئيسي هو التغير الكبير في حالة الطقس اللي شهدناها أمس،
وخاصة بعد تساقط الأمطار للأسف الذي أدى إلى حدوث انزلاقات كثيرة. احنا على كل حال نتمنى لكم طريق سلامة. نروح نشوفوا حالة الطقس الآن مع مريم طاهر إذا كان في تحسن أم ستبقى يبقى الجو مغيم بعد الحظات. نهارك مبروك وسعيد يا مريم، نهاركم سعيد. كل من التحق به في عددنا آخر عدد لهذا الأسبوع من برنامج شروق مورنينغ، كما ذكرنا في العديد من المحطات والخدمات أيضا المتتالية خلال ثلاث ساعات من الوقت، إن شاء الله نقضيها بخير. إذن محطتنا الموالية ستكون قراءة لأبرز العناوين. قراءة في أبرز العناوين لأكيد الصحف الوطنية والدولية الآن ستكون مشحونة ومليئة بالأحداث. ياسين راح يلخص لنا كل هذه الأحداث في هذا الجولة بعد اللحظات. ياسين صباح الخير عليكم. صباح النور ياسين. انا قلت باللي ستكون هناك اخبار ساخنه ومشحونه، ولكن مع بروده الطقس نشوفوا نتوقع انه يكون دافئ، ما تكونش هي مش بسخونه القهوه اللي تناولناها مع الصبح، لكن حتكون ان شاء الله ايجابيه. صباح الخير مشاهدينا. اذا قراءه جديده في صحافه نهر اليوم ونستهلها كالعاده بابرز العناوين. في شروق اليوم نقرا أن الجيش يجهض مخططا إرهابيا خلال رمضان بالعاصمة والبويرة، كما نلاحظ الآن. هذه بالنسبة للصفحة الأولى للشروق. نفس القضية تناولتها صحيفة الوطن التي عنونت الناسيونال دو غير ريكوبيري أبو كرام أونيفو دو بويرة. وقت الجزائر عادت إلى حملة وزارة التجارة الخاصة باستهلاك المنتجات الجزائرية وعنونت الحكومة تروج للمنتوج الوطني ولا تشجع الصناعة. ليبرتي من جانبها تطرقت إلى موضوع السلع المستوردة في الجزائر ونقرأ فيها importation 20 produits blacklisted. هذا بالنسبة للعناوين وأهم الصحف اللي اخترناها لنهار اليوم. إلى تفاصيل المواضيع ونبدأ بالشروق اليومية التي نقلت التطمينات التي أطلقها بنك الجزائر بخصوص خفض قيمة الدينار، حيث استبعد نهائيا سيناريو مراجعة سعر صرف قيمة الدينار، وذلك لمواجهة تقلبات السعر أو سعر الصرف الدولية. وجاء اعتراف بنك الجزائر بعد قرابة سنة من المنحنى التنازلي الذي اتخذته العملة الوطنية التي تشهد انخفاضا مستمرا منذ جوان 2014. أثر قرار وزارة التربية الوطنية القاضي برفض شهادات النجاح المؤقتة استياء وغضب المرشحين لمسابقات التوظيف في سلك الأساتذة. هذا ما نقلته شروق اليوم التي علمت من مصادر مطلعة أن مديريات التربية الخمسين قد اضطرت إلى البحث عن مخارج قانونية بصفة مستعجلة لإنقاذ رسوب المرشحين المقبولة ملفاتهم، هذا على اعتبار أن جميعهم قد أودعوا شهادات نجاح مؤقتة. في موضوع آخر ودائما مع الشروق التي نقلت أن سكان ولاية أقصى الجنوب من تندوف تمن راسة إليزي وأدرار اعتبروا أن نمط الخدمة المدنية حل ترقيعي، وأدان غياب الكثير من الاختصاصات في المستشفيات مما يضطرهم إلى التنقل إلى ولايات الشمال. سلطت الشروق اليومي الضوء على حالة الطرقات في مختلف بلديات الوطن، ونقلت تأسف أحد الخبراء في مجال الأشغال العمومية الذي انتقد الملايير من التي تستنزف أو تستنزف من المواطنين تحت ذريعة قسيمة السيارات دون أن تضمن لهم طرقا تحافظ على سلامة مركباتهم. إلى الخبر الآن التي نقلت أن شبكة المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان الجزائرية أودعت شكاوى لدى العدالة التونسية والجزائرية لإعادة فتح تحقيق واسع في قضية اختفاء 100 جزائري قبالة السواحل التونسية سنة 2008. ووجهت الشبكة اتهامات مباشرة للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي والمسؤولين المباشرين الذين على قطاع الداخلية والمخابرات بكونهم وراء اختفاء الحراقة بتونس. دائما مع الخبر وإلى غردايا الآن التي عاشت ليلة أخرى من العنف، كما نلاحظ الآن في هذه الصفحة، في حين على الأقل في ليلة بين الثلاثاء إلى الأربعاء، وتعرض عناصر وحدات التدخل من الشرطة للرجم بالحجارة على حسب الجريدة في أكثر من مكان، بينما شهدت أحياء أخرى مزيدا من العنف الطائفي الذي يخوضه في أغلب الأحيان شباب المنطقة.
لم تكن مشاركة الجزائر في الطبعة الأخيرة للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون مشرفة، حيث لم تتحصل مؤسسة تلفزيون الجزائر العمومي على أي جائزة، هذا بالنسبة للخبر. وتساءلت نفس الجريدة عن الفشل الذريع الذي مني به التلفزيون وعودة المسؤولين فارغي الأيادي إلى الجزائر. إلى ليبرتي الآن التي نقلت أن شرطي أطلق النار على زميله في تيزي وزو في حي 20 أوت، ونقل شرطي البالغ من العمر 45 سنة إلى المستشفى بعد أن أصيب بأربع طلقات. وأشارت الصحيفة أنه لم يحدد لحد الآن سبب إطلاق النار رسميا، إلا أنه هناك تأويلات بأن السبب كان وراء مشاحنة كلامية بينهما. أعلنت وزارة التجارة أنه لا بد من إيجاد حل لأزمة الأسعار المرتفعة التي تشهدها أسواق التجزئة للخضار والفواكه، في حين أن هذه السلع تشهد انخفاضا في أسعارها على مستوى أسواق بيع الجملة، خصوصا ونحن مقبلون على شهر الفضيل رمضان يكثر فيه الاستهلاك. فهنا وزارة التجارة تتساءل، لكن لابد لها أن تضع حلولا براغماتية وواقعية لتفادي هذا الأمر، والمواطن مع الأسف هو الضحية دائما في هذا الأمر. دائما ننتقل الآن إلى الوطن، حيث من المقرر أن يدخل الدفع الإلكتروني حيز تنفيذ نهاية جوان المقبل، وذلك حسب الصحيفة التي قالت أن لجنة مختصة ستجتمع الأسبوع المقبل للإعلان الرسمي عن الأمر، مضيفة أن عمليات الدفع الإلكتروني ستخص فقط تسديد الفواتير ولا تخص عملية الشراء والتسوق عبر الإنترنت. ونختم مع هذا الخبر الاقتصادي، حيث نقلت وقت الجزائر أن الرسوم الجمركية التي فرضتها وزارة التجارة على فاتورة استيراد المواد الأولية تعرقل الاستثمار في مجال التصنيع الوطني، حيث تبلغ قيمة هذه الرسوم 23% من فاتورة الاستيراد، وهي نفسها المفروضة على مستوردي المنتوجات الجاهزة، ما يعتبر غير مشجع لأصحاب المصانع الجزائرية. ننتقل لطفي وسوسن الآن إلى الكاريكاتير الوطنية، ونبدأ من شروق اليومي التي أشارت إلى القرارات في الجزائر والتي تتكدس وتتراكم ولا تنفذ، تبقى للأسف مجرد حبر على ورق، مع الأسف تنتظر التنفيذ. حتى خيوط العنكبوت نراها في الصورة، مما يلحظ أن هذه القرارات بقيت في الدرج لمدة طويلة. كاريكاتير آخر ننقله من الليبرتي الآن، في من جريدة الليبرتي التي عادت إلى الأزمة التي تشهدها ويشهدها بيت الأفلان، وإلى المؤتمر الذي سيعقد قريبا. أظن أن الكاريكاتير واضح ولا يحتاج إلى تعليق أكثر. نعود بعد الفاصل للصحافة العالمية مشاهدينا. الصحافة العالمية نستهلها بداية مع الديلي تيليغراف البريطانية التي نقلت أن الاستخبارات الأمريكية كشفت عن وثائق تفيد بأن زعيم تنفيذ تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن كان يدعو أنصاره إلى مواصلة التركيز على شن هجمات على الولايات المتحدة. وذكر الناطق باسم الإدارة الوطنية للاستخبارات الأمريكية أن الرئيس باراك أوباما دعا إلى شفافية أكبر بشأن هذه ما تمت مصادرته في باكستان، والكونغرس من جانبه صوت على قانون يلزم الاستخبارات بدراسة أي وثيقة يمكن نشرها. إلى ديلي ميل دائما في بريطانيا التي نقلت محاولة جديدة لتهريب المهاجرين عبر الحدود البريطانية، لكن هذه المرة كانت من خلال سيارات فاخرة من نوع مازيراتي الإيطالية. وأشارت صحيفة البريطانية أن الأشخاص المهربين كانوا مختبئين في صندوق السيارات أو لامال القادمة من إيطاليا، إلى أن تم اكتشافهم بعد توقيفهم عند مستوى دوفر من طرف شرطة الحدود. هي طريقة جديدة لتهريب المهاجرين نشهدها اليوم، تستعمل فيها أفخم السيارات لكن تم كشفهم مع الأسف حتى لا يتم ربما لفت الانتباه. صحيح، لأنه بعد ما كنا شفنا السيدة التي حاولت ربما نقل ابنها في حقيبة، هي حاولت تهرب طفل كان سيتوجه إلى الاستعباد في أوروبا، مع الأسف تم كشفها. يعني هي ظواهر جديدة نشهدها، وفيه نوع من التجديد في هذا الأمر.
إلى آخر خبر نقوله من صحيفة ذا مينوت الفرنسية، حيث نقلت أن أول علم يمثل الإنسانية كلها تم الكشف عليه في السويد، حيث قامت إحدى الطالبات بتصميم أول علم للإنسانية بعد أن رأت أن رواد الفضاء ليس لديهم علم يمثلهم كبشر. هذا بالنسبة للفضاء، لما يكونون متواجدين في الفضاء وفي مركبات الفضائية. وسمت الطالبة العلم بالإنجليزية The International Flag of Planet Earth، أو العلم الدولي لكوكب الأرض. وأخيرا الآن ننتقل إلى الكاريكاتير، واليوم أخذنا كاريكاتير واحد من جريدة القدس العربي، وهذا الكاريكاتير الموضح في الشاشة في إشارة إلى الصراعات الدولية وتضارب المصالح السياسية، مجموعة شخصيات تمثل القوى التي تسير العالم. صحيح، ونرى المنظمات المتطرفة مثل تنظيم القاعدة من وراء الستار. كان هذا آخر كاريكاتير، نحن نعود إليكما وبقية نلتقي بعد قليل. شكرا لك ياسين على هذا الجولة. أنتم مشاهدين ما نزال نتجول وإياكم عبر محطاتنا المختلفة ومواضيع متنوعة، إذا نبقوا دائما معنا وابقوا أوفياء. نجدد الترحيب بكل من التحق بنا اللحظة إلى برنامج شروق مورنينغ. صفحة البرنامج على الفيسبوك، تويتر، الإنستغرام دائما مفتوحة أمامكم لإرسال تعليقاتكم واقتراحاتكم. ما تزال العديد من المحطات، ما تروحوش بعيد، رايحين على فاصل قصير ورجع. يلا تفضل. تحية رياضية لجمهورنا الرياضي. بلال بعد الفاصل سيلقاكم من أجل الوقوف عند العديد من المواضيع الرياضية التي تهمكم أكيد. البداية راح تكون مع جوفنتوس اللي يحسم لقب كأس إيطاليا أمام لازيو ويواصل رحلة البحث عن الثلاثية. الصحف الإسبانية تؤكد رحيل المدرب كارلو أنشيلوتي من ريال مدريد. موضوع آخر يخص رئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل الرجوب الذي يؤكد عدم سحب الطلب الفلسطيني بشأن سحب عضوية الاتحاد الصهيوني من الفيفا. هذا والكثير من المواضيع يعالجها بلال بعد الفاصل. تفضل. بالخير. صباح الخير يا الخير لطفي. صباح الخير سوسن. طبعا انا بلال جمهورنا الرياضي الكريم. تحيه رياضيه لكم ولكل مشاهدينا. اليوم الجوله ربما لطفي راح نبداوها من ايطاليا، ربما على غير العاده، ولكن بحكم انه الحدث كبير في ايطاليا وهو نهائي كاس ايطاليا اللي تلعب امس بين جوفنتوس ولاتسيو، اللي قدر فريق سيدة العجوز يحسم هذه المباراه بنتيجه 2-1، يعني بعد ان يعني راحت المباراة للتمديد. احنا نشوفوا الآن ليساندرو ماتري الذي دخل بديلا في الشوط الثاني واستطاع مثير جدا، خاصة أن المباراة كانت مغلقة، يعني مباراة النهائي احنا نعرفوا خاصة طريقة لعب الإيطاليين يعني معقدة بعض الشيء، خاصة لما يعتمدوا على الدفاع. شفنا مباراة مثيرة جدا، لا بأس فقط نذكر أنه جوفنتوس كان حسم لقب الدوري المحلي قبل 4 جولات من الموسم الرابع على التوالي. الموسم الرابع على التوالي وقبل 4 جولات من نهاية الدوري، يعني يواصل الهيمنة تاعو على لقب سكوديتو في إيطاليا. المباراة هذه شفنا بلي فريق لاتسيو هو اللي فتح باب التسجيل يعني مبكرا جدا عن طريق اللاعب الروماني ستيفانو رادو في الدقيقة 4 يعني فقط، هدف مباغت لليوفي عبر لأنه رأس كانت رائعة، رأسية جميلة جدا لطفي، لأنه اليوفي بحكم الخبرة اللي عنده واللاعبين الممتازين عرف كيفاش يسير المباراة واستطاع أن يعدل عن طريق المدافع جورجيو كيليني أيضا بهدف جميل جدا في الدقيقة 20. ثم احتكم الفريقان إلى الشوط الثاني في الدقيقة يعني 97 بالضبط، استطاع ليساندرو ماتري طبعا أن يضيف الهدف الثاني لجوفنتوس وبذلك تنتهي المباراة على وقع هذه النتيجة. لطفي حنا نعرفوا بلي سيدة العجوز تأهل أرقام قياسية ومرعبة جدا لجوفنتوس سواء محليا أو أوروبيا، خاصة في الحقبة الذهبية لما كان ميشيل بلاتيني لاعبا في صفوف جوفنتوس الإيطالي بعد تتويج المرة 10 في تاريخه. طبعا ارقام رائعه جدا لجوفنتوس، وهو يبحث الان لطفي انت عندك بعض المعلومات على جوفنتوس ويبحث عن تتويج الثلاثيه يعني وقت على سوسن. طبعا انا شفت بزاف مباريات لطفي خاصه ما تعلق بالدوري الاوروبي.
هي تشامبيونز ليغ يعني الكبير والصغير كلهم يتبعوا تشامبيونز ليغ على غير بعض البطولات لازم واحد يتبعها يعني عن كثب. المهم لطفي الفريق جيفنتوس ويبحث الان بعدما حسب لقب البطوله الان حسم الكاس يبحث كان سبق له بالتتويج بالثنائيه طبعا جيفنتوس كان سبق له ان توج في الثنائيه وهي اعوام 1960 وعام 83 83 احسم هذه الثنائيه ولكن انه لم يسبق له ان توجه بثلاثيه وهي ايضا مسابقه تشامبيونز ليغ اللي حيلعبها في النهائي مع فريق برشلونه الاسباني. نعرفوا بان المباراه صعبه جدا يعني على الورق صعب جدا على جوفنتوس انه يحسم لقب تشامبيونز ليغ امام البارسا ولكن نعرفوا بلي كره القدم ليست علوم دقيقه كل شيء ممكن هذا في غير مادام حقق ارقام قياسيه وخياليه كما ذكرت بلال نتوقع كل شيء في الرياضه لكن تستناه مقابله من معيار ثقيل امام برشلونه طبعا مباراه صعبه ولا واحد يقدر يتكهن بنتيجتها رغم انه كل الارقام تصب لصالح برشلونه بحكم اللاعبين اللي عنده طريقه لعبه يعني اللي فيها فروقات كبيره بينه وبين طريقه اللعب فريق جوفنتوس نعتقد انها تكون مباراه صعبه جدا على جوفنتوس راح تكون في نهائي دوري الابطال نهائي تشامبيونز ليغ طبعا نهائي تشامبيونز ليغ ولا باس فقط ان اذكر لطفي انه ولا واحد كان يرشح جوفنتوس انه يوصل لنهائي تشامبيونز ليغ ولا واحد خاصة بعد تغيير المدرب اللي راح كونتي اللي التحق بالمنتخب الإيطالي اللي هو كان هو يعني اللي كان عنده الفضل الكبير في بناء هذا الفريق وكانت عنده الهيمنة تاع ثلاث كونتي حاز على ثلاث ألقاب للدوري المحلي ثلاث مرات بعدين الآن مدرب جديد عقلية جديدة ولا واحد كان يرشحهم باش يروحوا للنهائي ولكن جوفنتوس خالف كل التوقعات وصل لنهائي تشامبيونز ليغ هيلعب مع برشلونة أتوقع أنه يخالف ربما كذلك توقعاته يحقق الفوز الأسطوري على برشلونة ممكن وإذا ما كان حقق الفوز على برشلونة راح يلعب نهائي سوبر الأوروبي بين إشبيليا الإسباني وديمبرو الأوكراني وراح يعني ممكن يروح في طريقه للرباعية وهذا يعني مخالف جدا لكل التوقعات ولا واحد كان ينتظر جوفنتوس انه يوصل لهذا المحطه الاوروبيه. نادي برشلونه اللي وضع كارلو انشيلوتي مدير فني لريال هذه تسريبات اعلاميه يعني هذا في الخبر الثاني تسريبات اعلاميه خاصه يعني الان تقارير كلها الاسبانيه تتحدث عن قرب رحيل كارلو انشيلوتي من صفوف ريال مدريد لا باس ان نشوفوا الان صور مع المخرج محمد بقربع يعطينا الصور فقط الان هذه واحده من التقارير صحيفه اس لتاكد بلو وهذه صحيفه البايس المقربه لنادي برشلونه بحكم إقليم كاتالونيا قالت بأنه فيه مفاوضات تجرى بين إدارة برشلونة وكارلو أنشيلوتي لأجل الالتحاق بصفوف أو تدريب النادي الكاتالوني ضغط كبير ما ضمش فقط هذا الاسم طبعا هي فيها أسماء كثيرة ولكن هو مرشح فوق العادة أنه يدرب هو مستبعد جدا يعني نادر ما نشوفه أنه مدرب يدرب ريال مدريد يدرب برشلونه يعني نظرا للحساسيه الموجوده سواء سياسيا او كرويا نحن نعرفوا بلي اقليم كاتالونيا منذ مده وهو يطالب بالانفصال عن اسبانيا يعني في احباط الحساسيات المدرب الحالي هو لويس انريكي لويس في حال ما اذا كان لويس انريكي رغم انه حقق لقب الليغا مستبعد جدا انه يسمحوا فيه ويغادر ولكن الاخبار المؤكده انه انشيلوتي لن يبقى الموسم المقبل في صفوف ريال مدريد رغم انه العقد تاعو لا يزال ساري المفعول الى غايه 2016 حتى قبل الرحيل ورمي يبحثوا على البديل يبحثوا طبعا النوادي الكبيره هذه هي ولما تحدث على ريال مدريد تحدث على اعظم نادي في القرن صحيح هو حاز على هذا اللقب الموسم الماضي اعظم نادي في القرن سواء بتتويجاته او بطريقه تسييره خاصه مع الرئيس الثري يعني المعروف بضخ الاموال الكثيره فلورنتينو بيريز في وقته احنا نعرفوا حقبه ريال مدريد فوق زيدان وبيكام وليوس فيجو ورونالدو يعني وروبرتو كارلوس لما يعني ضخ اموال كبيره جدا وكان عنده نتائج تحصل على لقب تشامبيونز ليغ والبطوله وصرف على مدربين كبار حتى كابيلو مدربين كبار بيليغريني الان اللي هو يدرب مانشستر سيتي
الهدف الوحيد لريال مدريد عند بداية الموسم هو البطولة الكأس والشامبيونز. لكن بلال لويس إنريكي عنده من المفروض مضى عقد مع الفريق يستمر إلى غاية 2016 يعني لذلك الآن فيه يعني احتمالية ضعيفة أنه ينتقل إلى 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 برشلونة، ولكن ربما الوجهة تاعه ستكون إنجليزية بنسبة كبيرة، خاصة بعد التقارير الإنجليزية يعني طلعت عليها أمس قول ممكن مانويل بيليغريني مدرب مانشستر سيتي أنه يلتحق بريال مدريد وهو في أفضل رواق بحكم أنه يعرف البيت جيدا. سبق له في ميلان. نعم حتى هو يعرف ريال مدريد جيدا. سبق له أن درب ريال مدريد، ممكن جدا أنه يلتحق بالريال. ممكن يعني في واحد التقرير في صحيفة آسي ممكن نشوفه حتى الرئيس فلورنتينو بيريز استشار اللاعبين فيما يخص المدرب. اللاعبين الكبار دائما لما الرئيس يحاول يبحث عن راحة اللاعبين مع أي مدرب، خاصة أنه معروف كارلو أنشيلوتي يجيد التعامل مع اللاعبين. الاتصال مهمة جدا جدا، واللاعبين يجدون راحة كبيرة معه على غرار يعني جوزي مورينيو اللي شفناه يعني في الموسم الفارط واللي قبله مشاكل كبيرة بينه وبين اللاعبين بسبب كما نقول إحنا الاتصال غير جيد. حديث التعامل اللي معروف بها جوزي مورينيو اللي خلات يكون فيها غياب قنوات الاتصال بينه وبين اللاعبين. طبعا خاصة ما تنساش هو برتغالي وفي ريال مدريد كان أكثر من ثلاث لاعبين، بداية المدافع كارفاليو وبيبي بالإضافة إلى رونالدو كوينتراو، يعني فيه حوالي كانوا 4-5 لاعبين من البرتغال، كانت فيه بعض يعني سياسة تمييز بين قوسين نقولوا اللي كانوا يشتكوا منها اللاعبين للرئيس فلورنتينو بيريز أكثر من مرة، ولكن حافظ عليه لأنه الهدف كان التتويج ووصلوا للتتويج، هذا هو يعني الأهم. الرئيس هذا معروف أنه الهدف تاعه أنه يملأ خزائن البيت الملكي بالألقاب حتى يصبح تحقيق النتيجة هو الهدف، النادي الأفضل يعني والأقوى في العالم حقه، حتى يصبح كذلك يصبح اسم على مسمى يعني النادي الملكي ليس اعتباطيا فقط نادي ملكي، ليس نادي ملكي بالألقاب لحقها. فنعرف المساهمين في البيت الملكي حتى بدعم من الملك والعائلة الملكة يبدون اهتمام كبير بالفريق، خاصة ريال مدريد بحكم أنه واجهة كرة قدم إسبانيا في العالم هو برشلونة. ننتظر يعني مفاجأة في الأيام القادمة. وربما فيه بعض أيضا صحيفة موندو ديبورتيفو قالت بأنه ممكن اليوم أو غدا سيعلن عن رحيله عن صفوف ريال مدريد رسميا. معه الآن البايرن ميونخ، يوجد حارس خارق للعادة في ألمانيا واسمه مانويل نيوير، نشوفه الآن في الصورة. هذه جائزة القفاز الذهبي في نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين اللي فاز بها، هذا لقب كأس العالم مع منتخب ألمانيا، فاز بلقب جديد نشوفه الآن في الصورة اللي منحه إياه رابطة الصحفيين الأوروبيين لجائزة أفضل لاعب لموسم 2014-2015. يواصل يعني تتويجاته مانويل نيوير كأحسن حارس، وخاصة صغر سنه ما ننسوش بأنه رغم صغر سنه استطاع أن هو ممكن لقب كأس العالم اللي بالك عاونه في هذا التتويج، نقوله بالعامية احنا ساهم في تتويجه. وحنا نذكروا مباراة الجزائر ألمانيا في كأس العالم لطفي، وطريقة لعبه أصبح يلقب بالحارس المدافع، طريقة خروجه دائما ليلعب دائما خلف المدافعين يعني في خط واحد. وفاز بجائزة أفضل لاعب ألماني أيضا سنة 2014 خاصة بعد كأس العالم، يعني حاز على كل جوائز في ألمانيا. هو بالطبع حارس المرمى بالدرجة الأولى يكون مدافع عن المرمى تاعه، لازم يلعب فيه قاعدة سوسن تقول في قاعدة سوسن عندي تسريبات أنا الآن تقنية مش تسريبات رياضية تقول لي باللي حال الآن هو عند البوجز وبعدين نعاودوا نوليو لك نفس العصفورة خبرتنا أنه فيه رضا جودي. نعم أنا اليوم رياض رضا، عندي خلط في الأسماء، يلا بعد لحظات يلقاكم رضا. حارس المرمى الألماني بايرن ألماني مانويل نوير، يعني كنا تحدثنا على الألقاب اللي فاز بها يعني مثل جائزة أفضل لاعب ألماني لعام 2014، فضلا عن جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس في مونديال البرازيل اللي قاد به المنتخب. أيضا كان في سباق جائزة الظفر بالكرة الذهبية اللي تمنحها الفيفا، وهي يعني الجائزة الأضخم والأقوى في يعني الجوائز اللي يبحث عليها أي لاعب في العالم، جانب كريستيانو احنا نعرفه بأنه يتنافس عليها كل من ميسي كريستيانو، لاعبين كبار مثل إنيستا تشافي يتنافسوا عليها، لاعبين كبار حتى زيدان لويس فيغو رونالدو عمالقة كبار يتنافسوا عليها، وفشل لأنه احنا نعرفه بأنه
كريستيانو رونالدو حقق يعني ارقام رائعه جدا سواء الموسم اللي الفارط او اللي قبله، يعني رغم انه المعايير هذه المره احنا نعرفوا بانه جائزه الكره الذهبيه تتم عن طريق تصويت، يعني مدربين جميع النوادي او سواء في النوادي او المنتخبات وحتى اللاعبين، حتى المدرب السابق واحد حليلوزيتش او اللاعبين في المنتخب الوطني مثل مجيد بوغرا كلهم ساهموا في هذا التصويت يعني عالميا، بالاضافه لوسائل الاعلام وصحفيين احنا عارفوا بانها تنظمها جريده او صحيفه فرنس فوتبول بالشراكه مع الفيفا، يعني لمعايير دقيقة جدا جدا جدا. الشيء اللي كان مبهم في عملية التصويت هذه أنه تتويجه بكأس العالم لم يحسب له، يعني كانت بعض الانتقادات خاصة الألمانيين واللاعبين جاهلوه يعني، يعني ليس تجاهلا وإنما لم تزده من عملية التصويت يعني ليس الكثير، وإنما كان فيه فارق كبير بينه وبين كريستيانو رونالدو. عندنا شيء آخر لطفي وهو يتعلق بالقضية الأم، قضية الأم اللي هي فلسطين. احنا نشوف زيارة رئيس الاتحاد الدولي سيب بلاتر يقوم بزيارات حثيثة لكل من الكيان الصهيوني وكذا فلسطين لأجل إقناع الفلسطينيين وعلى رأسهم رئيس الاتحاد جبريل الرجوب لسحب طلب الذي تقدمت به للفيفا وهو سحب عضوية الكيان الصهيوني الذي يضيق كثيرا على حركة الرياضيين في قطاع غزة ورام الله. وإحنا نعرف خلال العدوان الإسرائيلي الأخير منظمة عالمية وحتى منظمة حقوق الرياضيين أو رابطة الرياضيين العالميين قدمت تقرير أسود، خاصة نحن نعرف بأنه فيه كان عدد معتبر من الرياضيين الذين قتلوا خلال الغارات الإسرائيلية الأخيرة. ولذلك سيب بلاتر يحاول إقناع الفلسطينيين بسحب هذه الشكوى المقدمة ضد الكيان الصهيوني الذي يعرقل كثيرا من تنمية الرياضة والنهوض بها في فلسطين. ونحن نعرف بأنه التصويت يكون خلال 29 من خلال انعقاد الجمعية العامة للفيفا خلال هذا الشهر، ومن خلال 209 اتحادات عالمية ستكون حاضرة خلال الجمعية العمومية العادية للفيفا. لذلك هي فرصة للفلسطينيين الآن يفوزوا ولو رياضيا، لكن تجميد قرار التجميد يضر كثيرا حتى باسم وسمعة المنظمة ككل والمنظمة. ممكن يحرج الفيفا، ممكن يحرج الفيفا. لذلك الفيفا هي تحاول يعني إقناع الفلسطينيين، لأنه الفيفا نعرف بأنه لما تتدخل السياسة في الرياضة الفيفا يعني تشهر سيف الحجاج، يعني لذلك نشوف احنا في الكثير من المرات الدول التي تتدخل في الشؤون الرياضية سواء سياسيين أو بقرارات حكومية الفيفا تتدخل وبحزم، يعني لا تريد للسياسة مكان في وسط المحيط الرياضي. كل ما يتعلق بالرياضة يحل عن طريق الاتحادات الرياضية لهذا البلد، ولذلك وليست من مصلحة حتى إسرائيل أو الكيان الصهيوني أنه يسحب منه العضوية، وبذلك لا يستطيع أن يشارك. كان اقترح ربما مقابلة ودية بين فلسطين والاتحاد الصهيوني. هو شعار للفيفا، يعني أينما تكون هناك أزمة بين بلدين يقترح أنه تكون فيه مباراة يعني لربع الصدع. ونحن نعرف بأن القضية مع قضية الفلسطينيين مع الكيان الصهيوني ليست قضية مباراة كرة قدم. ونحن دائما نصوت لأن تكون فلسطين على الأقل تكون عندها حق في متنفس رياضي وتحصل على حقها لنسيان كل هذا الدمار وهذا الألام اللي مرت فيها. احنا نعرف بأنه المنتخب الفلسطيني في سابقة ولأول مرة تأهل إلى نهائيات كأس أمم آسيا، ورح يلعب كأس أمم آسيا لأول مرة في تاريخه، وإن شاء الله نتمنى له يعني حظ موفق ومشوار طيب خاصة لإسعاد الشعب الفلسطيني. نرجع فقط إلى قبول الطلب، يجب أن يكون فيه تصويت. فيه تصويت، لذلك قلت لك فيه 209 من الاتحادات العالمية ستكون حاضرة في مدينة زيوريخ سويسرية لعقد الجمعية العامة. يعني الآن بلاتر أنا حسب رأيي أعتقد بأنه راح يحاول يحل هذه القضية حتى لا تكون لب النقاشات أو تأخذ حصة الأسد من نقاشات الاتحادات. هي كل قضية بلال تحتاج ربما إلى تصويت، خاصة عندما تكون قضية مهمة تستحق النقاش. احنا عندنا قضايا كثيرة خاصة الآن قضية مهمة سنصوت عليها الآن. شكرك بلال
على كل ما قدمته في محطتك الرياضية. العفو العفو. نلتقي بعد الفاصل كي نعالج موضوع مثل ما ذكرت سوسن يهم بالخصوص أطفال الجزائر. مشروع قانون حول الطفل والعدالة والقضايا التي يكون طرف فيها القصر هو الموضوع الذي سيعالج كمحطة حدث في هذا العدد من برامج شروق. وهو لطفي هذا الموضوع أو هذا القانون الذي أثار جدلا كبيرا في الفترة الأخيرة خاصة وأنه عرض على في البرلمان. مشروع أخذ بين تعرض لانتقادات وتعرض كذلك للعديد من النقاشات في هذا المجال فيما يتعلق بقانون حماية الطفولة التي تعرضت لانتهاكات للأسف الشديد مؤخرا وزج بها ربما أو اغتيلت إن استطعنا القول براءتها. هذا الموضوع سنتعرف عليه بعد الفاصل أكثر بتحليل ونقاش. نجدد تحية لكل من التحق بنا الآن. العديد من الشعارات، العديد من القرارات تتخذ من أجل أن يكون في مرافقة للأطفال. آخر قرارات ربما أو مقرر من الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أجمع أنه فيه 150 مليون طفل في العالم يعيشون في الشوارع داعية لحمايتهم مكافحة استغلالهم ضمن حصولهم على حقوقهم التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل. أيضا اليونيسف أطلقت حملة واسعة جدا بالجزائر بالتنسيق مع الإذاعة الوطنية ومختلف وسائل الإعلام تحت شعار طفولة بدون عنف وبدون صمت. حركة المجتمع المدني أيضا عندها نصيب في هذا الحراك الذي يخص الطفل. موضوعنا في هذا العدد نتناوله من خلاله ونناقش المشروع الذي يخص الأطفال القصر وحول الطفل والعدالة والقضايا اللي يكون فيها طرف الأطفال القصر. إذن يشرف البرنامج أن يستضيف ضيف الحلقة كي نناقش هذا الموضوع عرعار رئيس جمعية منتدى. أهلا بك. أهلا بك. صباح الخير. صباح الخير ومرحبا بك سيد عبد الرحمن. أهلا بك. إذا البداية ستكون مع مشروع حماية قانون الطفل الأخير التي تعرض لكثير من الانتقادات حوله. حنا بداية نتعرف ما هو الجديد الذي جاء بهذا القانون واللي خلاه يخلق جدل في الساحة. شكرا. نظن الجدل يرجع إلى أهمية المشروع والنقاش الموجود هو يدخل في إطار حرية الرأي والديمقراطية المشتركة بين كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين. المشروع ما هوش ميلاد 2015، هو منذ 2005 وإحنا نرافع من أجل إصدار هذا القانون لليوم 10 سنوات هو تحت الحوار وتحت بعض الأحيان ضغوطات إلى آخره. الحمد لله اليوم لحقنا إلى مرحلة لا رجعة فيه اللي هو إصدار هذا القانون الخاص بحماية الطفل وليس قانون خاص بحماية حقوق الطفل، لأنه هو يختص أكثر بقطاع العدالة، بعدالة الأطفال، بعدالة الأطفال في الأحداث، لأنه يستهدف الأطفال في خطر والأطفال الجانحين بمعنى الأطفال في نزاع مع القانون. فجاء بعدة تعديلات وآليات فيما يخص الحماية الاجتماعية المربوطة بالحماية القضائية وتأولي تمارس على مستوى المحاكم وعلى مستوى قطاعات الشؤون الاجتماعية. معروف عن الطفل أنه عنده نقص في الأهلية، ومعروف أنه القانون أيضا لا يلزم الطفل بأي مسؤولية. المسؤولية تقع دائما على الأولياء، تقع على المجتمع، عن الطرف الثالث أو الآخر في النزاع. لكن ما الجديد اللي راح يقدمه هذا القانون من أجل حماية حقوق الطفل من حيث العدالة؟ أنت قلتها بأنه قصر، بأنه ما عندهمش الأهلية. هم عندهم الأهلية، ناقصي الأهلية. نعم. لكن إحنا ما نقدرش نحملهم فوق طاقتهم، لأنهم علاش؟ لأنهم هما الراشدين معنيين بحمايتهم عندما تكون هناك انتهاكات. لهذا القانون جاء في وضعيات صعبة يكون فيها الأطفال كمتهمين ولا كشهود ولا كضحايا. كيفاش القانون يحمي حقوقهم الأساسية؟ مثلا الأطفال اللي راهم في مؤسسات إعادة التربية، الأطفال اللي راهم في مراكز الخاصة بالأطفال في خطر معنوي تابعين وزارة التضامن، الأطفال اللي راهم في التسول، الأطفال اللي راهم في سوق العمل، الأطفال اللي يتعرضوا إلى سوء المعاملة من طرف الأهالي تاعهم ولا خارج العائلة إلى آخره من الظروف. فهنا القاضي أو المشرع أعطى أكثر صلاحيات للقاضي في حماية هذه الشريحة. من بين ربما استسمحوا فقط هنا في هذه النقطة سيد عبد الرحمن عرعار اللي ذكرتها، هي نقطة مهمة جدا. في حالة ما إذا تعرض الأطفال ربما لتعنيف أو سوء معاملة من قبل المحيط الأسري والأولياء، هناك مواد جاءت في هذا نص هذا القانون ربما هي اللي
خلات الجدل، وربما نقدر نقول النقطة التي أفضت الكأس وهي إبعاد الطفل من المحيط الأسري. تحدثنا أكثر على هذه المواد وما صحتها. ما فيش مادة تنص صراحة نوضحوا أكثر هذه النقطة الإبعاد، لأنه قضية الإبعاد لما يكون هناك الخطر في ما من مادة 32 إلى مادة 34 وين تكلم على إجراءات وتدابير يقوم بها قاضي الأحداث في المرافقة القضائية لما يكون هناك نزاع داخل الأسرة. القاضي يرجع إلى مادة 62 من قانون الأسرة في قضية وضع الطفل عند عائلة أو شخص جدير بالثقة، والأولوية هي العائلة القريبة للطفل، يعني جداه مانو خالته عمته إلى آخره، يعني يبقى في المحيط الأسري دائما في الأسرة. لما عندوش سند العائلي فيه المراكز أو فيه العائلات الكفيلة، لهذا الإجراء هو سليم. لكن قضية شؤون الأسرة هي مربوطة بقانون الأسرة، لهذا القانون يتدخل فقط عندما تكون الانتهاكات، ما يتدخلش في قضية الكفالة، في قضية النسب، ما يتدخلش في قضية حق الزيارة أو الطلاق أو النفقة إلى آخره. لهذا نظن باللي فيه خلط في المفاهيم، لهذا نوضح من هذا المنبر للعائلة الجزائرية بأنه لا خوف في التدخل في شؤون الأسرة من خلال هذا القانون. القانون جاي باش يحمي الأسرة ويحمي الأطفال، ما جاش باش يثور الأطفال ضد العائلات ولا العكس. هو جاي باش يداعم مكان الطفل داخل الأسرة في إطار القيم المجتمع الجزائري، لأن يعني المصلحة الفضلى للطفل أنه يبقى في الأسرة تاعو، ما نخرجوش خارج الأسرة تاعو. ولهذا أنا نظن باللي إحنا راح قضاة جزائريين يتعاملوا مع الأطفال هذو، ماشي راح نجيبوا قضاة أجانب يتعاملوا معهم. طيب السيد عبد الرحمن، سن مثل هذه القوانين التي تستدعي طريقة تعامل خاصة بالأطفال القصر اللي يكونوا داخل المحكمة، لأنه الأمر يرتبط بقضية، هل هذا يعني أنه ومعروف عن القاضي أنه يراعي الظروف، عنده حكمة، عنده أيضا رأفة، عنده الجانب الإنساني لأنه يدافع عن حقوق الآخرين، هل هذا يعني أنه خارج المحكمة قد طبقنا كل القوانين، قد منحنا الأطفال كل الرعاية اللازمة كي ننتقل ونسن قوانين داخل المحكمة التي من المفروض هي الهيئة التي تحمي حقوق الأطفال؟ يا ليت نصل إلى الوضع المثالي أنه تنفذ كل القوانين. لو نفذت كل القوانين ما نجيش بالقانون هذا، لأنه الانتهاكات اللي موجودة، مثلا الأطفال اللي راهم في سوق العمل، عندنا عمل ولكن وراء الخلل، راه خلل في التنفيذ، خلل في السياسات اللي تمنع، السياسات الوقائية باش الطفل ما يوصلش إلى سوق العمل، باش الطفل ما يوصلش إلى التسول. القانون هذا ما جاش باش يدخل في القوانين الأخرى، جا باش يكمل وظيفة القوانين الأخرى لما تكون هناك انتهاكات. لهذا قطاع العدالة قطاع لا ما نقدروش نبعدوه على حياة الأطفال، مهم جدا هذا. لهذا لازم نمشي في تطور منظومة العدالة الخاصة بالأحداث والأطفال حتى نضمن أكبر حماية لهم أينما كان الطفل من 0 إلى 18 سنة. نراعي المصلحة الفضلى للأطفال في أي قرار قضائي ولا قرار اجتماعي. لهذا اليوم القانون هذا راح يعطي أجوبة حوالي 50% من ناحية التشريع في الميدان، هي في تنفيذ الآليات. هذه هي اللي حنتحدثوا عليها، 50% تبقى في التجسيد و50 الأخرى تبقى نظرية. للتطبيق تحتاج إلى آليات ربما لتنفيذ وتطبيق هذه القرارات حتى نحمي الطفل أكثر. ما هي الآليات التي اعتمدت لتطبيق هذه المواد التي جاءت في نص القانون؟ لازم نرجع ونسى قبل الآليات ليسهروا على تنفيذ القانون هذا في كل المستويات. لازمنا أهل تخصص، ما نقدرش نجيب واحد ماشي متخصص في شؤون الطفولة يحكم قضايا الطفولة، هذا مهم جدا. اليوم هذا الضعف لازم نعالجه. بعد الآليات سهلة، لهذا قضية الطفولة ما هيش قضية يخدم 8 سوايع ويروح لداره 24 ساعة على 24 ساعة وسبعة على سبعة، هذا مهم جدا. الآليات اللي جات في القانون راح يكون هناك مندوب للطفولة، هو راح يكون لو فيزافي تاع الأطفال هذو لينتهك الحقوق تاعهم. اليوم عندنا 13,000 طفل يقدم أمل العدالة سنويا، 7,000 طفل في خطر معنوي سنويا، ما نتكلمش على الأطفال اللي راهم يوميا في سوق العمل وفي لاموندي سيتي إلى آخره من ظروف، هذو اللي يتخلاو عليهم العائلات تاعهم اللي ما عندهمش سند العائلي، يهربوا من البيوت تاعهم اللي راهم في الشوارع
وبعضهم راهم موجودين داخل المراكز. في اجراءات رضاعيه ربما سيد عرعر تطبق على العائلات التي تهم اطفالها وتسمح لهم بالتسول والعماله. طبعا الاجراءات الرضاعيه، ولكن ما نبعدش العامل الاجتماعي والتربوي. الام اللي راها تسول باولادها وما عندهاش لا بيت لا عمل، ما نديهاش للحبس. لازم نحل نلقى لها الحل الاجتماعي، والقانون دار الحلول، ولكن السياسات هي اللي تدير الحلول الاجتماعيه، هي اللي تعطي لها السكن وتعطي لها العمل وتعطي لها الحمايه لاولادها وتعطي لها الصحه الى اخره. انت كنت صرحت سيد عبد الرحمن عرعار ممثلا لشبكه ندى من خلال الحمله التي اطلقتها اليونيسف، وقلت انه هناك ضروره التكفل امثل بالاطفال ضحايا العنف كخطوه اولى، واكدت على مبدا ضد العقاب وبالمقابل تربيه ووقايه. في نظرك أنه يجب أن نتجنب كل ما هو عقاب، كل ما هو قوانين ربما وإجراءات ردعية من أجل كخطوة أولى؟ نعم كخطوة أولى، لأنه أكوا سير تدي طفل الحبس ومن بعد يخرج وما عنده حتى أكومبانيومون. لهذا نظرتنا هي إصلاحية تكون للشخص للطفل لارتكب مخالفة ضد القانون، لارتكب جريمة، لارتكب سرقة إلى آخره، تعالجوا تريباري فولي ريباري، لأن المكان تاعو هو في الأسرة، مكانه في المجتمع. إذن أنت ضد العقاب اللي يدي الطفل إلى مراكز إعادة التأهيل أنا والتربية؟ أنا ضد العقاب كحل أول وآخر، لكن العقاب هو أخذ الطفل إلى مراكز إعادة التأهيل والتربية، وهي مصلحة. العقاب ببعد تربوي، ببعد تربوي، ببعد تربوي، لأنه القانون يسمو على الجميع. نعم. ولكن مهما يكون الطفل هذا علاش يدير الجريمة؟ علاش يسرق؟ علاش يكاسي دار؟ هذا هو وراء المسؤولية تاع لا فامي تاعو، وراء المسؤولية تاع المؤسسات. كي نبحث نلقى ممكن أسباب اجتماعية علاش راه في الوضعية هذه في الفترة. طيب أعطينا البديل في نظرك إذا ما كانش عقاب وما كانش فيه مراكز لإعادة التأهيل والتربية، ومن تسمية عندها هدف تربوي وإعادة إصلاح أيضا. البديل هل بنظرك أن العائلة يمكن أن جديد اللي تسلطت ضده عقوبة بالمفروض ويروح إلى مركز تأهيل وتمنح المسؤولية إلى الأهل من أجل إعادة التربية من جديد؟ طبعا. هل يعقل ذلك؟ يعقل. علاش؟ لأنه واحد يدار خطأ في في حياته ما نقدروش نحكموا عليه طول حياته. هاو خلص أمام القضاء ومن بعد لازم ترجع للعائلة تاعه وترافق العائلة تاعه وترمم العلاقات الاجتماعيه. واذا كان هو يتغلب على العائله تاعو، في كثير من الحالات وين الاولياء يقول لك الله غالب ما نقدرش نتحكم في وليدي. هذا كاين اطفال بدون ما يديروا مخالفات راهم يتغلبوا على الاهل تاعهم. احنا لازمنا مؤسسات تعين العائله في علاقتها مع اطفالها وخاصه المراهقين، وتعين المراهقين. اليوم ما عندكش لي سونتر دو ريباراسيون فاميليال في لي رولاسيون بين المراهقين والاطفال. بين المراهقين والعائلات تاعهم، خاصة إذا كان مراهق عايش غير مع يماه ولا مع باباه. يحتاج إلى رعاية وتكبير. اليوم عندك 42 ألف حالة طلاق في الجزائر. طيب في هذه النقطة بالذات، ألا ترى أنه يجب هناك ضرورة أن نبعد الطفل من الوسط العائلي اللي تربى فيه وربما عاش فيه مشاكل واللي أدت به إلى ارتكاب جريمة، يجب أن يبتعد عن ذلك الوسط ويروح إلى مراكز إعادة تأهيل ربما نص القانون ومشروع القانون لطفي يكون جا فيه العديد من المواد اللي انتم كجمعية ندى لحماية الطفولة سيد عرعر شاركتوا في نقاش مشروع القانون، لو نتحدث ربما على أهم المواد التي جاءت في هذا نص القانون لحماية الطفل وانتم كجمعية تحفظتم عليها. شكرا. احنا في الشق الحماية القضائية فيه كثير من جديد. أولا حضور المحامي أمام الضبطية القضائية هذا شيء جديد، وهذه كما يقولوا سابقة مهمة في قضايا الطفولة وفي قضايا حقوق الإنسان. أن الشرطة ولا الدرك لما تمسك طفل ما عندهاش الحق تدير له محضر وتستمع إليه إلا بحضور المحامي، والعائلة اللي ما عندهاش المحامي الدولة هي تدير المحامي. الشيء الثاني في قضية الاختطاف لأول مرة وكيل الجمهورية يباشر البحث والتحري بدون الرجوع إلى الولي الشرعي. اليوم لما تكون ظاهرة اختطاف حتى تودع شكوى من طرف الولي الشرعي باش العدالة تتحرك. الآن بعد القانون هذا ما فيش رجوع إلى الولي الشرعي، أكثر من ذلك يكون هناك استعانة بكل وسائل الإعلام ونشر المعلومات الخاصة بالطفل المختطف مهم جدا. الشيء الثالث استعمال التكنولوجيا في قضايا الانتهاكات الجنسية عند الضبطية القضائية. كيف ذلك؟ يعني الطفل يتم الاستماع له وتسجيله رسميا
بالفيديو والأوديو، وهذا التسجيل هو اللي يستعمل في المحاكم. يعني الطفل الضحية الاعتداء الجنسية يبقى خارج دائرة الإجراءات القضائية. شهادة مسجلة تكون مسجلة. مسجل خلاص. يعني ما يجيش يسمعوا الشرطي ويسمعوا المحامي وقاضي التحقيق ووكيل الجمهورية. هذا يتعب كثيرا الفتيات والفتيان اللي يتعرضوا للاعتداءات الجنسية. النقطة الرابعة، راح يكون هناك تقليص في قضية الموندا ديبو تاع الأطفال اللي يوضعون في مؤسسة التربية. لا غارد افو تاع الأطفال. الاخر الحجز تحت النظر. هذه قضايا تهم الاسره الجزائريه. احنا تحفظنا على مثلا الرقابه القضائيه للاطفال اللي تكون عند التحقيق والتحري، انه لانه الشخص المتهم هو بريء حتى ادانته، ما يقدرش ندير رقابه قضائيه على الاطفال يثبتوا بانهم موجودين في التراب الجزائري ثلاث مرات اربع مرات يمشي الى مركز الشرطه ولا قاضي الاحداث يسجل نفسه. لهذا اقترحنا الحريه البديله، المراقبة اللي ممكن قاضي الأحداث تكون عند مسؤولية الوالدين وتكون عند مصالح الملاحظة الوسط المفتوح لتابعين وزارة التضامن. ممكن واسمه قاضي الأحداث يتخذ هذا التدبير، وهذه سهل الضغط النفسي والاجتماعي على العائلة اللي تكون في العدالة، حتى نظرة المجتمع، حتى نظرة المجتمع. في الشق الاجتماعي هناك قضية الوساطة في الجرائم، في قضية المخالفات. يعني وكيل الجمهورية يبادر بقضية الوساطة قبل الإجراءات القضائية. إذا تفهموا الطرفين الضحية والمتهم الودي، وهذا مهم جدا. معناه رانا وش رايحين نبعد الأطفال أكثر على الإجراءات القضائية، إلا إذا كان هناك جريمة قتل إلى آخره لابد من الإجراءات القضائية. ونقرب الحماية الاجتماعية، وهذه الحماية الاجتماعية هي اللي راح تساعد مع الحماية القضائية في الحد من قضية الانحراف والجريمة في المجتمع. لو نجمع هذه الأعداد تاع الناس تاع الأطفال رانا نشوف بأنهم راح يكونوا إنسورس تاع الجريمة. لهذا القانون جاء خاص بمنظومة العدالة، وهو تكامل مع المنظومات الأخرى، قضية الصحة، التربية، العائلة، الحالة المدنية، الجنسية إلى آخره. كل هذه القوانين تترابط مع هذا القانون في حالة الانتهاكات. بالنسبة لكم سيد عرار، أنتم كجمعية أكيد تكون عندكم إحصائيات ربما لعدد الأطفال الذين هم متورطين بقضايا سواء كانت جناح أو تتعدها من جناح. عندكم إحصائيات بعدد القضايا المتورطين في جناح؟ أنا تكلمت الشيف الرسمي عدد الأطفال المتهمين اللي يقدمون أمام العدالة. حتى مديرية الأمن كانت المكلفة بالمكتب الوطني لحماية الطفولة بمديرية الأمن المحافظ خيرم سعودان أعطت أرقام وقالت أنه خلال الثلاثي الأول من سنة 2015 أقل مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، لأن المواطنين صار عندهم هذا الوعي والثقافة أنهم يتقدموا لمصالح الشرطة بكل أريحية للتبليغ. أعطت أرقام أنه تم تسجيل 1281 ضحية من مختلف أنواع العنف، من بينهم 756 من العنف الجسدي اللي يأتي في المقدمة، يليه العنف الجنسي ب 372 ضحية، وسوء المعاملة ب 124 ضحية، والاختطاف 20 ضحية، والضرب والجرح المؤدي للوفاة 6 ضحايا. أما ضحايا القتل العمدي سجلت مصالح الأمن 3 ضحايا في الثلاثي الأول ل 2015. راح نشوف إذا كان تتطابق هذا المتهمين. بالنسبة للمتهمين لم تعطي أرقام، لكن نزيد لك حاجة أخرى. هذو مصالح أمن، زيد لهم للشيفر تاع مصالح الدرك. صحيح، ارقام يعني ربما تكون ارقام اكثر من الارقام التي قدمتها مصالح الامن مباشره للعداله، ما يمروش على الامن والدرك، يروح ديركت من وكيل الجمهوريه. زيد لهم الارقام اللي يجوم عند لا ميديسين ليغال. صحيح، فشفت الحجم اللي راه موجود. لهذا القانون جاء باش يواجه هذا الحجم، يعالجه في نفس الوقت يوقي المجتمع من الاضرار. هذا مهم جدا لازم نفهمه. هذا الارقام هي ما هي إلا أرقام ظهرة، ما خفي أعظم. اليوم عندنا احنا الخط الأخضر 30 30 30 33، يوميا نتلاقى من 9
الى الربعه تاع العشيه اكثر من 120 مكالمه. لكن تذكرت كل هذه الاجراءات وهذه القوانين نعم. تعتبر كظروف تخفيف طبعا. للقضيه عن الطفل، لكن نعم. في حال ما اذا كان الطفل حقا متهم وربما كان 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 قام بجريمه ربما لا يغفر لها. في حال ما الدواء راح الى تم احالته الى مراكز اعاده التاهيل نعم. والتربيه نعم. ما خممتوش انكم يكون في اعاده نظر في داخل المراكز طبعا. من اجل ان تكون فيه مرافقه احسن؟ لما يدخل المركز كاين قانون اداره السجون والادماج، عندها برامج الطفل يدير العقوبة تاعو ولكن في نفس المركز عنده تأهيل وعنده مرافقة، وبعد ما يخرج فيه مصالح الإدماج الخارجي اللي هي ترافقه كيفاش يرجع للأسرة تاعو للتكوين تاعو للتمدرس تاعو. لهذا ماشي لازم نقطع الروابط هذه، القانون يأخذ مجراه ولكن يبقى إنسان، يبقى مواطن غلط كونسوما إن دروك ما نحكمش عليه طول حياته لأنه مواطن جزائري ممكن قال انا غلط في حياتي وجو سوي مينور ومن بعد، لكن لازم تكون عندنا البعد هذا الاجتماعي والتربوي حتى للعقاب. هذا اللي لازم يكون لهذا القانون في روحه يحمل هذه الرساله، لانه اكيد سيد عرعره طفل المراهق يحتاج ربما الى رعايه ومرافقه طبعا. اكثر نظرا للفتره الحساسه اللي مر بها. وانتم كجمعيه شاركتم كما ذكرت في مناقشه نص المشروع نعم. شكون هي الجمعيات اللي شاركت معكم في هذا؟ كيفاش كان النقاش مع نواب في اثراء هذا القانون كمقترحات بديله احنا قدمتوها؟ احنا شاركنا في اثراء المشروع قبل وصوله الى البرلمان مع وزاره العدل وشركاء اخرين، وخاصه مع الاعلام انه رافعنا كثير على هذا القانون. بعدها تلاقينا مع اللجنه القانونيه كشبكه اللي نمثل 150 جمعيه على مستوى الوطني، واللجنه دعت كثير من الشركاء الاجتماعيين كجمعيات متخصصه في قضايا الطفوله اللي تناقشت معها. بعدها احنا فتحنا الحوار مع النخبة في البرلمان اللي هي المجموعات البرلمانية للأحزاب السياسية، اللي ناقشنا معهم ودينا وجبنا والمسنا باللي فيه توافق حول هذا القانون رغم إبداء بعض التخوف من بعض التيارات السياسية، وهذا نابع من ضمن حرصهم على هذا القانون. ما نظنش باللي فيه رفض كلي لهذا القانون. اها شكون ربما عندنا فضول اكثر نعرفوا شكون هو التيار السياسي اللي تخوف من المواد اللي ذكرناها واللي تحدثنا عليها في هذا النقاش؟ اها والسبب لسبب حرصهم نظن على المنظومه القيميه والتقاليد والاسره، وهذا نظن تخوف من اي ناحيه؟ من ناحيه تدخل القانون اكثر في قضايا الاسره وربما قضيه هذيك نزع الاطفال من الاسر وهذه غير موجوده. احنا انا فهمت كثير من الزملاء في البرلمان باللي ودي قضيه ماهيش بهذا المنطق، يعني ربما تكون انه مريحه المشرع الجزائري منح للسلطه الاقل القرار اكثر، يعني يتعدى المحيط الاسري والعائلي للطفل. طبعا لانه الطفل هو ماهوش ملك اي شخص، لانه هو مواطن قبل كل شيء، ماشي قال انا وليدي ندير فيه رايي. وهذا الطفل هذا يا شكون يحميه؟ البارح وجد رضيع تاع عام ونص قتل في شلف. جرى هذه القوانين نعم. تدخل حيز التنفيذ، هذا هو الاساس. نتمنى ذلك. كاين كثير من الحالات تاع التعدي، ربما هذه القوانين اكيد انه كثير من الاولياء يحبوا انه تكون فيه تجسيد في ارض الواقع، بالخصوص احنا نكون من الساهرين على التنفيذ، خصوصا الامهات ربما الام كما يقولوا الكبده هي اللي تخليها تحن على ولدها اكثر، ولكن من ذاك الكبده دير الغلطات وهذه الغلطات لهذا القانون يتدخل يا ودي روح بالعقل. هذا هو الاساس. والام التي سيحتفل بها العالم يوم الاحد، يعني اخر احد من هذا الشهر هو عيد الام، اجمل تحيه لكل امهات العالم الى الوالده اذا كانت على قيد الحياه، ربي يطول في عمرها. شكرا لك سيد عبد الرحمن، ربي يخليهم لك ان شاء الله ويطول في عمرهم. شكرا لك سيد عبد الرحمن عرعر رئيس شبكه ندى لحمايه الطفوله. اذا كما ذكرت لطفي انه الام أو يحتفل بعيد الأم كل أحد المصادف لنهاية شهر ماي. احنا من هذا المنبر نوجه تحية لكل الأمهات المتواجدين في ربوع الوطن، نقول لكم عيدكم هنيئ إن شاء الله، ربي يطول في عمركم. وأغتنم الفرصة لوجه تحية لأمي، أنا كذلك عندي والدتين، قل لهم ربي يطول في عمركم إن شاء الله. نتعرفوا أكثر إذن على هذا الموضوع مع إبراهيم، أو شكون إبراهيم؟
هو موضوعنا في المحطة الدينية مع رضوان. أنا عندي خلطة اليوم في الأسماء. بعد الفاصل نلتقي بعد قليل. تفضلوا. الأم هي أعظم مخلوق في الكون، كيف لا، وقد كرمها الله بوضع الجنة تحت أقدامها. ربي يطول في عمر كل أمهاتنا يا رب، واللي فقد أم نتمنوا لها وندعو لها بالرحمة إن شاء الله. إذن موضوع المحطة الدينية بعد غياب طويل غاب عنا من خلال رضوان، نتعرفوا ونعيش مع بعض القيم التي تسخر بها أمهاتنا وواجباتها حقوقها أيضا. فاصل وراجعين، يلا تفضل. على الأم، الأم منبع للحنان، والأم مدرسة، إذا عادتها عادتها شعبا طيب الأعراق. رضوان مرحبا بك بعد غياب طويل. بداية بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الغياب فقط هو للتحضير لشهر رمضان المبارك الذي لم يفصلنا عنه إلا أيام قليلة. يدخل علينا بالخير والبركة إن شاء الله. كل عام والأمة العربية والإسلامية بألف خير. اشتقنا لكم، اشتقنا طبعا لبرنامج الشروق مورنينج. سوسن تحية لك طيبة مباركة. تحية لك لطلتك رضوان. ربي يبارك فيك. طبعا بما أن بمناسبة عيد الأم اضطريت أني نقدم هذه الفقرة طبعا لقيمة الأم عند كل إنسان مسلم. أكيد. قيمة الأم عظيمة، وصى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، ووصى عليها ربنا عز وجل في عديد من المواضع. هي منبع الحنان، هي الحنان تجسدت في كلمة إنسان. الأم لها قيمة كبيرة عند أي شخص فينا طبعا، لما تحملته الأم في التربية، تحملته من مشاق الإرضاع، تحملت الأم الكثير من أجل أن يكون فلذتك بدها أحسن شخص. ربما كما احنا نقول كل خنفوس عدي غزال. فهذا طبعا تبيان لقيمة الأم. والأم يعني شيء عظيم وجب علينا دوما طاعته. ترضى بأبنائها كيف ما كانوا. أكيد ترضى بأبنائها كيف ما كانوا. الله سبحانه وتعالى بيّن طاعة الوالدين، لكن خص الأم بأنها مرتبة خاصة، مرتبة خاصة عند الأم على غرار الأب. فقال في موضع من القرآن الكريم: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وحمله وفصاله في عامين. يعني الأم تنفصل عن الابن في عامين. طبعا بعدما تلد الأم أكيد أنه فترة الإرضاع تكون بعد سنتين، فبعد سنتين يفطم هذا الابن. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم وصى على الأم في عديد من المواضع وفي عديد من الأحاديث الدينية: الجنة تحت أقدام الأمهات. أيضا في حديث حتى واحد الأشخاص رضوان جاي للرسول عليه الصلاة والسلام يسأله، كان يطوف بأمه، وقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: هل أديت حقها والوفيت حقها؟ قال: ولا بزفرة واحدة. من زفرتها يعني نعم. كل ما تتحمل من مشاق الحمل والإرضاع والتربية لا يمكن إفهام. نعم. أيضا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم شخص قال له أني حابل الدي أجر طاعة الأم، أجر بر الأم. قالوا ما عندي شماتي بس أني حابل الدي أجر تأني نطيع أمي. قالوا هلك خالة؟ قال نعم. قال فبرها. فهذا طبعا تبيان أيضا لقيمة الأم. هي في مقام الأم، لكن تبيان لقيمة الأم وقيمة طاعة الوالدين. طبعا نتابع هذا التصريح للشيخ عبد القادر البراهمي الذي يتكلم على طاعة الوالدين وطاعة الأم على وجه الخصوص. ثم نعود. القرآن الكريم دائما يوصي في كثير من الآيات ببر الوالدين، ودائما ما قرن ربنا سبحانه وتعالى بر الوالدين بطاعته. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ويقول الله عز وجل أيضا في آية أخرى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. في آية أخرى: ووصى الإنسان بوالديه حسنا. فكثير من آيات القرآن الكريم جاءت لتوصي المؤمن، لتوصي المؤمنة المسلم والمسلمة بالعناية بوالديه. وكثير من الحالات في المحاكم يعني هذا شأنهم، تعدي على الأصول، واحد يتعدى على باباه يماه، هذا ليس من الدين، ما هو من الدين، ما هو من الخلق، ما هو من التربية الصالحة والتربية الطيبة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه يوم الرجل يستأذنه في الجهاد، حاب يروح يجاهد في سبيل الله، والجهاد من أعظم الأعمال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك والدة عندك يمات؟ قال نعم.
قال أو عندك والدين؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. صحيح، يعني الأم الإفاء الحق الأم لا يمكن أن يوفى أبدا ولا يمكن إرجاع حقها، ولكن احنا دائما ننصح كل الأشخاص اللي ما زالت أمه على قيد الحياة ينتهز الفرصة ويوفيها حقها ويبرها ويكرمها ويبوسها من جبينها. أكيد. أكيد. أيضا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله من أحق الناس بصحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. وهذا أيضا تبيان لأن الأم لها قيمة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى وعند الرسول عليه الصلاة والسلام. فيها حديث وفيه قصة جميلة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن شخصا كان طبعا يموت، يعني لم يستطع أن يتلقى أن يتكلم بالشهادة، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أنه هذا الشخص كان يصلي، كان يطيع ربه، كان يؤدي واجباته كاملة اتجاه ربه سبحانه وتعالى، لكن لماذا لم يستطع أن ينطق بالشهادة؟ فأرسل إلى أمه، هو اسمه علقمة، فأرسل إلى أم علقمة فقال له حدثيني عن علقمة، فقالت له كان طائعا صائما قائما لله سبحانه وتعالى. قال لها وما حاله معك؟ قالت له أنا ساخطة عليه. قال فأوقد النار لأحرقه أمامك. قالت له ما تقدرش تحرق قدامي باسك أنا ما نقدرش نشوف بني يتحرق قدامي. فلدت كذا. قالها فعذاب الآخرة مع سخطك أنه راح يتعذب أكثر من عذاب الدنيا. فرضي عنه، فلما رضت عنه نطق بالشهادة وتوفى. وهذا طبعا أيضا تبيان لقيمة رضا الأم عند الإنسان. حتى الإسلام، يعني سماحة الإسلام ومكانة الإسلام يعني كبيرة كبيرة جدا، يعني أوصى كذلك بصلة الأم سواء كانت مسلمة ومشركة. وما جاء عند أسماء بنت أبي بكر عندما سألت الرسول عليه الصلاة والسلام عن صلة أمها التي كانت مشركة فقال لها صلي أمك، يعني الأم مهما كانت وكيفما كانت يجب علينا برها ووفاؤها. ولكن للأسف شديد ما نلاحظه في هذه الأيام من عقوق للوالدين خاصة الأم، تفضيل الزوجة على الأم، وهو العنصر الذي يثير المشاكل بين الأم والابن، وهو تفضيل الزوجة على الأم. من هذا المنبر ندعو دوما الزوجات إلى أن طبعا يوصوا أزواجهم بطاعة الوالدين. ربما الزوجة هي التي تحفز زوجها إلى طاعة أمه لأنها أمها في النهاية، ولأنها هي في حد ذاتها أم ولها أبناء، وتتمنى أن يكون طبعا أبناؤها دوما من راضين عنها ويطيعونها. ويقال كما تدين تدان، كذلك الزوجة ستكون أم بعد ذلك ستكون زوجات. يعني دائما يشتكي من تقول لك عجوزتي عجوزتي، والأم أيضا تشتكي مع عروستها. المشكلة هذا وقتاش راح يروح يزول؟ لا أعتقد أن له حل، فهذا مشكل أزلي باقي. لا يكون عنده حل بسعة. نعم. الخاطر أكيد وطول البال يكون عنده حل. نعم. نتابع تصريح الثاني للشيخ عبد القادر إبراهيم حول الوصية التي يوصي بها على الأم، ثم نعود لنكمل الحديث. قال وأتيت بها العام الماضي، العام اللي فات أتيت بها إلى الحج أحملها على ظهري وطفت بها وسعيت بها ظهري، أتراني أرجعت لها شيئا من حقها؟ يا ترى الإنسان والديه رجع الحق نتاعها من حق امك ولا من حق باباك؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا زفرة من زفرات الوضع، ولا زفرة يعني بلكت عياطة ولا ألم من آلام الوضع ما رجعت. إذا كانت هذه نصائح من فضيلة الشيخ لبر الأم ووفائها. نعم، هذه طبعا نصائح قدمها الشيخ لطاعة الأم. من هذا المنبر نتوجه إلى كل الأبناء بطاعة الأم لرضات عليهما، طبعا سعيدة في الدنيا وسعيدة في الآخرة. والذي سخطت عليه أمه سخطت عليه الدنيا وله عذاب الآخرة، لأن الجنة تحت أقدام الأمهات. من هذا المنبر نوجه تحية لكل أمهاتنا بهذه المناسبة. أغتنم الفرصة اليوم
أوجه التحية إلى أمي الغالية وإلى جدتي التي ربتني. طبعا ليست الأم فقط التي تلد، الأم أيضا هي التي تربي. نوجه تحية إلى كل أمهات الجزائر، إلى أم الجزائر ككل، لأنه وطن الجزائر نعم هي أم، هو أمنا جميعا. يجب أن نحافظ على هذا البلد الحبيب اللي هو الجزائر، ربي دوم أفرحنا نحن الجزائريين، وربي يكمل هذا الألفة اللي بيناتنا إن شاء الله، ونبقاو خدمة لهذا الوطن. فقط لطفي لأخرج من هذا الموضوع ونوه طبعا بالأمسية القرآنية التي نظمناها بالتنسيق مع مسجد عثمان بن عفان، استقبلنا مقرئين دوليين من ليبيا، من مصر، ومن تونس، ومن المغرب، ومن الجزائر. نظمنا أمسية قرآنية كانت أمسية متميزة جدا بأي جدا. مناسبة هذه الأمسية جاءت تحت غطاء الملتقى الوطني للقرآن الدولي للقرآن الكريم، ملتقى النور للقرآن الكريم. اغتنمنا الفرصة أن ندعو هؤلاء المقرئين الدوليين الذين استمتعنا بتلاواتهم القرآنية. المشاهدين طبعا طلبوا ببث هذه الأمسية وطلبوا بإعادتها. غدا إن شاء الله ضمن برنامج مزامير داود في حلقاته الختامية إن شاء الله نتابع فعاليات هذه الأمسية القرآنية لمن فاتته طبعا هذه الأمسية. غدا إن شاء الله ضمن برنامج مزامير داود. أذكرهم فقط بموعد بث البرنامج. أكيد البرنامج موعده على الساعة 11:30 على الشروق العامة. شكرا لك رضوان، جمعة مباركة ونهاية أسبوع موفق. نلتقي إن شاء الله دوما في مواضيع أخرى وفي أخلاق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يتعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع هذه الدنيا التي هي فانية. يعني ونحن دائما نتمسك بسنة الحبيب المصطفى من أجل الحصول على الطريق الأمثل لانتهاجه، وطريق الأمثل ربما في طريق الأمثل واستكمال باقي محطات برنامج الشروق. يلا تفضلوا فاصل. يلا راح نمشي فاصل، راح نروح لنتعرف على مدرسة جديدة هي مدرسة أختيسيمو لدعم المواهب والإبداع الفني. هي مدرسة عمومية، متنفس جديد لكل محبي الفن بمختلف أشكال، ونتعرفوا عليها أكثر في هذا التقرير. إذن قبلة لكل المبدعين، كنا تعرفنا على هذه المدرسة التي من خلالها يتم ربما صقل المواهب واكتشافها أيضا. الإبداع يجب أن يكون حاضرا في أي مجتمع، والشعوب يقاس تطورها من خلال الثقافة. الموسيقى عندها دور كبير في بعث هذا النفس الثقافي لدى الشعوب. محطتنا الموالية نتعرف من خلالها على التأليفات موسيقية رائعة جزائرية تعرفنا عليها، والتي رافقت العديد من الأعمال السينمائية. فاصل ونتعرف على ضيف الحلقة والموضوع أيضا. تفضل. موسيقي الثقافة كذلك والسياحة وثقافة السياحية إن صح التعبير لها دور كبير وكبير جدا في الترويج لصورة البلد. إذن عندنا موسيقى وعندنا ثقافة سياحية اليوم بحضور رئيس جمعية لينوماد الجيريان الرحالة الجزائريون يونس بحري. صباح الخير، مرحبا بك. صباح النور، شكرا على الاستضافة. مرحبا بك، الله يبارك فيك. إذن بداية تعرفوا على جمعية الرحالة الجزائريين، هي جمعية تعنى بترويج لثقافة السياحة في الجزائر. للأسف لا راهي غايبة كثير، تفضل حدثنا عن هذه الجمعية. الجمعية هي جمعية ذات طابع ثقافي، أسست في سنة 2009 بمدينة وهران، يعني جمعية ولائية، والهدف كما قلتي ومليح اللي كان التدقيق تاع لو تيرم تاع الثقافة السياحية، يعني هي مش عبارة عن وكالة سياحية، هي الهدف تاعها العمل على ترقية الصورة السياحية للجزائر وزرع ثقافة السياحة وثقافة السفر عند الشباب وعند الناس بصفة عامة. الجمعية منذ أن تأسست يعني العمل تاعها يكون بالتقسيم على ثلاث خلايا: خلية الاكتشاف سيلول ايشانج ديكوفيرت، خلية الثقافية اون سيكسيون كولتوريل، وخلية المواطنة اون سيكسيون سيتوينتي، وين هاد الخلايا في ثلاثة يعملوا بصورة أفقية دون فاسون ترانسفيرسال باش يكون كاين الوصول نحو هذا الهدف. يونس نوماد. نعم. معروف عليهم أنهم يتنقلوا ويرحلوا. ما عندهمش مقر. بالنسبة لجمعية نوماد نفس الشيء، تسير هذا المسار، تتنقل من مكان إلى آخر، وش هو الغرض من هذه التسمية؟ الغرض من هذه التسمية هو أولا الجمعية كيفاش تأسست، يعني كان هناك مجموعة من الأصدقاء، مجموعة من الشباب، كان عندهم واحد الحب، واحد كان حب السفر، كان حب السفر حب كبير، وخاصة في منطقة الصحراء، يعني كانوا قاموا تنظيم عدة رحلات. فقط أن الجمعية يونس هي بوهران، ولكن كنت نضموا جولات مش غير في وهران، في مختلف مناطق الجزائر. يعني حسب النشاطات في أنشطة اللي متركزة على مدينة وهران،
لي بتيت روندوني هذوك الخرجات السياحيه الصغيره. ولكن في ايضا يعني في العام مرات تقوموا باثنين ولا بثلاث مرات تقوموا بسفرات برحلات اللي تكون في مناطق اخرى من الوطن خارج عن مدينه وهران. اخرها كانت عندها 21 يوم بالتنسيق مع جمعيه جناس بليس هنا في الجي، وان كان قدوم تاع مجموعه من جمعيه رحال من شباب جمعيه رحال الجزائريين، وكان في زياره الاماكن التاريخيه مثل سيت رومان تاع مدينه تيبازا، وكانت في زياره ايضا مدينه شرشال، زياره سياحيه صغيره للقصبه. وهذا هذا الويكاند اللي فات كان فيه يعني في اطار برنامج تبادل بين جمعيتين، هذا الويكاند جماعه من الجزائر العاصمه تابعين جمعيه جناس بلس جاوا ثاني لوهران، وين كان عندهم نهايه اسبوع كاع في وهران خرجات سياحيه خرجات فيكستيكشن. طيب اعضاء نوماد شكون هما؟ منين تتشكل هذه الجمعيه؟ تتشكل من الشباب، يعني هي جمعيه من الشباب وللشباب ان صح التعبير. ميولاتهم هل هي كلها موسيقيه فنيه ام تختلف؟ لا ما عندها اي علاقه مع يعني هذا شيء شخصي انا عندي. علاقه ثقافيه، ربما علاقات ثقافيه يجمعهم ربما حب التجوال والسفر. هي اساسا بين ربما نقولوا انه الاشياء او الميكانيزمات الاليات اللي تساهم في الترويج لصوره البلد، الصوره كذلك والتصوير الفوتوغرافي اللي للاسف هناك موهبه جزائريه ولكن تستحق تسليط الضوء عليها. انتم من بين النشاطات اللي تقوموا بها ومن بين النوادي اللي في هذه الجمعيه، جمعيه نوماد الجيريان، عندكم نادي التصوير الفوتوغرافي، نادي ايزو كلوب صح. هي الفكره كانت يعني كما قلتي واحده من الوسائل اللي تخلينا باش نساهموا في الوصول لهذا الهدف اللي هو ترقيه الصوره السياحيه. يعني حتى في بدايه الامر كان فيها العديد من الناس كان العتب علينا، يقول لهم انتم غير جماعه بيناتكم وتسافروا ترحلوا وين راه الهدف هنايا، يعني باش يكون ايضا واحد من الانعكاس تاع هذه الاعمال اللي نقوموا بها حتى وان كانت في اطار داخلي في بعض الاحيان، انه يكون بارتاج، يعني يكون مشاركه تاع واش شفنا واش كاين هذا الجمال تاع المناطق عن طريق الصوره. وفي هذا السياق كانت الفكره تاع انشاء نادي خاص بالتصوير الفوتوغرافي اللي هو كان سيد فيصل رزق الله هو اللي كانت عنده الفكره الاولى لانشائه. وفي سنه 2011 اذا لم تخني الذاكره كان نتاج عن مشروع قمنا به في تقنيات الاعلام والاتصال، كان في دورات تدريبيه معارض يونس لنشر الصور اللي تقوموا بنشرها، معارض لصور التصوير او الصور اللي تقوم بتلتقطوها تنضموا لها معارض للترويج لها اكثر. هو هذا هو الامر، لانه النادي هذا نادي ايزو كلوب حقا هو نادي تابع للجمعيه، ولكن عنده استقلاليه في الفونكسيونمون تاعه في النشاط تاعه في التسيير تاعه. يعني فيه هو الهدف تاعه انه يقوم بدعم الجمعيه في النشاط تاعها، يقوم بدعم الجمعيه في الوصول للغايه تاعها، لكن هو نادي قائم بذاته. وفيه العديد من الاحيان من تكون كاين برامج، سواء يكون كاين فقط نشاط اللي هو معرض فوتوغرافي، ولا مرات ثاني يكون هذا المعرض مرافق لنشاطات اخرى مثل موسيقى. وين نصيب الموسيقى في كل هذا الأنشطة؟ بما أنك أنيس مختص في تأليف الموسيقى. نعم. والله يعني هذا الشيء اللي ما عندوش علاقة مع الجمعية. حاولش تدمج الموسيقى مع دور الجمعية؟ لا يعني ما بانش الحاجة تاع إدماج الموسيقى، يعني تبقى دائما في إطار في السياق تاعها كفن. يعني في بعض الأحيان يكون كان ربما حاجة للاستئناس بالموسيقى لكن الفن عنده علاقة كبيرة بالسياحة، التراث في جانب السياحة اللي جايك. كنا نضمنا في عديد من الأحيان، نضمنا السنة الماضية في رمضان الماضي مثلا في شهر رمضان قمنا بتنظيم محاضرة حول الفن البدوي، وين جبنا واحد مختص سيد بوزيدي الحاج تحدثنا على الأهمية تاع هذا الفن كيفاش نوصل الحديث. احتفظ فقط بهذه النقطة، راح نروح لقسم الأخبار نشوف واش كاين المستجدات إن شاء الله مع أمال بعد الفاصل. يلا تفضلوا. إذن نعاود الترحيب بمشاهدينا من جديد، والمحطة اللي حضر معنا اليوم جمعية نوماد الجيريان وجمعية الرحالة الجزائريين. كنا نتحدثوا عن نصيب الموسيقى والجانب الفني في الجمعية يونس. الجانب الفني كما كنت نقول يعني هو عن الموسيقى ما عندهاش حظ اكبر من اي جانب اخر. في فتره من الفترات مع بدايه تاسيس الجمعيه كان في حتى ورشات للمسرح، يعني من شفنا بلي كانت كاينه حاجه عند البعض لتكوين في هذا الميدان نظمنا هذا. كان نفس الشيء عند الصوره، يعني الصوره كانت عندها الاولويه لانه لاحظنا انها تكون هي وسيله جد فعاله في توصيل الفكره، في توصيل هذه الصوره السياحيه للبلد والمناطق اللي نقوم بزيارتها. وتوثيق الانشطه ما عندكمش فيديو؟ ما استعنتوش بالفيديو ربما يكون ممزوج بتأليفات موسيقيه، قطع موسيقيه؟ ما لا 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 لا
كل نشاط تقوم به الجمعية عامة يكون فيه تغطية من الصورة الفوتوغرافية يكون تغطية فيديو أيضا بصورة أوتوماتيكية. لكن أنا نشوف الآن الفيديو لطفي اللي حاضر معنا وهو نصيب الموسيقى في حياة يوري. والله الموسيقى بدأت بصورة تلقائية يعني. هاد الميول وهاد لازم له صقل موهبة، لازم له خبرة، لازم له تعلم، ربما يستاهل كش نقوله سنوات لصقل الموهبة. وأنت بحكم صغر سنك إلا أنه كانت ربما عندك تجربة، والآن راك تقوم بتجربة مع أحد المخرجين الجزائريين لتأليف موسيقى ومقطوعة سينمائية لفيلم تاريخي. حكينا كيفاش كانت هذا الوصله ربما بينك وبين المخرج، كيفاش تولدت هذه الثقه، كيفاش كان كيفاش تولدت الثقه فيك انت كشاب صغير ومؤلف جديد في هذا المجال؟ ما كانش الامر سهل يعني، كما لن يخفى على اي واحد يعني، باش مخرج يكون في مثل سن هذا المخرج الكبير المخرج احمد راشدي، مخرج اللي قام بعده عده افلام تاريخيه وافلام اللي هي تعتبر مراجع تاريخية في الجزائر، باش يكون فيه تعامل مع شاب وثقة أيضا يعني. ما كانش الأمر سهل حتى في بداية العمل معه، ما كانش هذيك الكوميونيكاسيون ما كانتش سهلة في البداية، لكن بشوية بشوية مع اللي بدأ يشوف العمل ومن بدأ كل واحد فينا كان يحاول يسهل مهمة الآخر. الموسيقى تكسر كل حواجز. الموسيقى تكسر كل حواجز يعني. كان فيه الحمد لله العمل تم، كانت فيه بعض النقائص في الجوانب التقنية، ولكن كانت التجربة مهمة جدا. وقبلها أكيد سبقتها تجربة أخرى. خلينا نتعرفوا أكثر على الأعمال اللي تقوم بها أنت كفنان موسيقي من حيث التأليف. عندك أعمال؟ نعم يعني هي يعني باش نكون واضحين، الموسيقى أنا عندي ماهيش وظيفة يعني، سي با اون بروفيسيون بور موا، سي بلوس حاجة هواية عندي. كان عندي الحظ بنشارك في أعمال احترافية يعني، أعمال مع في أفلام ولا حتى فيما يخص لي زاباريسيون سور سان على يعني. عندك تجربة تأليف للسينما من قبل؟ أي تجربة ماهيش كبيرة بزاف يعني. كنت عارف شي شهرية، أنت ما عندكش فضول؟ لا حبيتيش تعرفي واش يخدم واش هي وظيفتك خارج المجلس؟ لا أنا نحضر في شهادة الماستر في الفيزياء، ولكن بالموازات أنا أشتغل أيضا في برنامج يقوم بدعم الجمعيات يعني، في دائما في إطار الجمعوي، وأنا مكلف متابعة المشاريع التنموية. البرنامج هذا محمول من طرف شبكة ندى اللي كان عبد الرحمن منذ دقائق. نحن خلية تقنية نقوم بمتابعة المشاريع على المستوى الوطني. ربما الموسيقى وقضية التأليف الموسيقى ليس من السهل، لأنه شاب في صغر سن، ونذكرك أنه عنده 22 سنة فقط. 24 سنة. الله يبارك لك. يعني تخوض تجربة التأليف الموسيقي خاصة بالتنسيق مع مخرج بحجم أحمد راشدي وفي فيلم تاريخي. صح. في فيلم تاريخي هذا ليس بالأمر السهل. والمؤلفين يعدون على الأصابع يعني بالجزائر. محمد روان صار هو الرائد في هذا الجيل من حيث التأليف الموسيقي. تحية له، راح يكون ضيف من ضيوف حلقتنا إن شاء الله. خلينا نتعرفوا على هذا العالم الكبير في التأليف الموسيقي. البداية تكون بآلة موسيقية ومن بعد تروح إلى أنغام موسيقية. والله البداية يعني هنا أيضا كل مؤلف كيفاش مقاربة تاعه. كاين اللي يبدأ بآلة موسيقية أكثر. الآلة اللي تستهويني أكثر يعني فيه كل ما هو آلة نفخية، الفلوت يعني هي الآلة اللي نسمعها أكثر. آلة العود أيضا آلة نحبها بزاف. آلة بيانو خاصة في يعني لما يكون هناك حفلات، من يكون هناك كونسير ولا هي الآلة الأنسب. مصيبة الأنسب باش تكون عندك نظرة على الموسيقيين كاع، وفي نفس الوقت أنا حبيت تكون عندنا نظرة على تأليفاتك الموسيقية. ما جبتلناش معزوفة موسيقية نسمعوا لها؟ والله ما كاين شعور صار يعني نتأسف، ولكن هذا الشيء ما منعش أنه اكتشفنا قدراتك وموهبتك في هذا العالم الفني الجميل بحضورك أكيد. في الختام خلينا نتعرف على برنامجك، هل من مشاريع؟ في الإطار الجمعوي ولا في الإطار الخاص والجمعوي أيضا؟ أوكي، في مع جمعية الرحالة الجزائريون راه فيه يعني كما قلت منذ قليل المقاربة على الجمعية، مقاربة بالبرنامج يعني بالمشروع سون أبخوش باغ بروجي. دونك عندنا أهداف سنوية، أهداف بالثلاث سنوات، والنشاطات تصير في هذا الإطار. راه في هذا الوقت بالذات كاين اختتام تاع مسابقة أدبية
درناها اللي غادي نكون ان شاء الله النتيجه تاعها خلق نادي ادبي راح يكون نادي ثاني للجمعيه بعد نادي التصوير الفوتوغرافي. راح يكون في ايضا في شهر رمضان بعض الانشطه اللي تكون ثاني بالتنسيق مع جمعيات اخرى, لان في عمل كبير مع الجمعيات الاخرى في مدينه طهران, ومع ايضا مع بعض الوكالات ايضا للسلطات العموميه مثل ديوان وطني لترقيه حمايه واستغلال الممتلكات الثقافيه لو جي او بي سي. يعني في العديد من من النشاطات تحضر ان شاء الله مع هاد الشركاء وايضا من جانب من اطار الجمعيه في حد ذاتها. شكرا لك يونس بحري, حبينا حضورك معنا اليوم, واكيد انه كثير من الاشخاص قام باكتشافك ربما لاول مره كونك كما ذكرت سوسن صغير في السن ما شاء الله. لكن الشيء الاغرب هو اكتشاف شخصية ويليام شكسبير, شخصية رائدة في عالم المسرح والشعر أيضا. أعماله ترجمت إلى العديد من اللغات, تم اكتشافه مؤخرا, هو يعتبر اكتشاف القرن في عالم الأدب وعالم الفن. هكذا وصفت صورة شكسبير الجديدة حياة الريف, نتعرفوا عليها في هذه الورقة وراجعين. تفضل. بالفنون والأدب ربما يعتبر هذا أول اكتشاف في عالم الفن والأدب لملامح جديدة تصف لنا ويليام شكسبير. ليست المرة الأولى التي تنضم إلينا نوال بوسبولة من أجل تقديم محطة الثقافية, وليس باكتشاف, لكن الشخص لأول مرة يشوف برنامج شروق مورنينغ راح يكتشف كل ما هو ثقافة, كل ما هو فن من خلال محطتنا الثقافية. أقول بعد الفاصل, تفضلوا. الاكتشاف اكتشاف ليس بجديد لطفي. صباح الخير ليك, اكتشاف من الاخبار اكيد الثقافه. صباح الخير ومرحبا. صباح الخير ليك سوسن, لبس الحمد لله, لبس الحمد لله. انت باش تشهد اليوم لطفي يا ودرا, واش راك مخبي؟ شكرا لك. اذا صباح الخير لكل المشاهدين الكرام. اذا لطفي, في اغوار الثقافه نكتشف مع بعض مجريات واحداثها في اكتشافات جديدة. إذا أغوار الثقافة توقع أنك راح تكتشف الكثير والكثير. راح تكون بالتظاهرة الثقافية اللي احتضنها الجزائر يوم أمس. نروحوا على فاصل قصير باش نخلي المشاهدين يتشوقوا أكثر لاكتشافاتك. يلا فاصل راجعين. يلا رجعنا لكم من جديد, مازالكم عندكم نفس باش نكملوا ما تبقى من وقت. إذا العزيمة النوال والمحطة الثقافية. إذا قلت البداية راح تكون بالتظاهرة الثقافية اللي تحتضنها الجزائر واحتضنتها يوم أمس. الانطلاقة كانت يوم أمس بقصر الثقافة مفدي زكريا, وهي الجزائر في القلب. إذا الجزائر راح تكون الحضن الدافئ لجاليتها الجزائرية في فرنسا. إذا تظاهرة الجزائر في القلب انطلقت يوم أمس بإشراف من وزير الثقافة عز الدين مهوبي, وتدوم 8 أيام إلى غاية 28 من شهر ماي الجاري. أسبوع ثقافي جزائري, أسبوع ثقافي جزائري لأبناء الجالية بفرنسا. إذا الأسبوع هو من تنظيم الوكالة الجزائرية للشعر الثقافي, دائما تبقى أو تواكب الأحداث الثقافية وتحاول أنها توصل بعض أقول إشعاع ثقافي إلى الجمهور الجزائري. إذا إسماعيل مصباح المكلف بالإعلام على مستوى وكالة الإشعاع الثقافي يوضحنا أكثر على هذه الأيام الثقافية الخاصة بالجالية الجزائرية. السنوات الأخيرة أن هناك نوع من العنصرية, نوع من الإسلاموفوبيا, نوع من النقد يعني المباشر على جالية. إذا كان هذا التصريح مداخلة قصيرة من قبل المكلف بالاتصال والإعلام. نواصل الحديث عن هذه الفعالية ولا نروح لمواضيع أخرى؟ إذا نواصل الحديث لطفي. إذا الافتتاح كان بعرض فيلم وثائقي مدته 8 دقائق قام بإنجازه الإعلامي سمير شعبنا في إطار التظاهرة. إذا سمير شعبنا وكذلك بعض من النخبة أو بعض من الفئة النخبوية اللي كانت حاضرة يوم أمس يصرحوا لنا أكثر عن التظاهرة وكذلك عن مشاركتهم في هذه الأيام الثقافية الخاصة بالجالية الجزائرية. إذا الفيلم كان يصور واقع الجالية الجزائرية التي تعيش في الخارج والظروف الصعبة والشاقة اللي يعانيوا منها وكذلك ظروف العمل اللي دائما يحاولوا أبناء الجزائر أنهم يحاولوا يهربوا إلى فرنسا ولكن يصطدموا بواقع آخر مرير أكثر منه في بلدهم. نشوفوا مع بعض تصريح كل من سمير شعبنا ومحمد روان.
ابتداء من اليوم الجزائري سيشارك سكذلك يتابع عرض لأفلام عن مهاجرين من إنتاج ومن إخراج جزائريين. هذه النشاطات الثقافية والعلمية ستكون سانحة للجزائري هنا أن يتابع، أن يكتشف، أن يثري معلوماته عن واقع الهجرة الجزائرية هناك. هذا التبادل، هذا الليشانج بين يعني خوتنا الجزائريين اللي عايشين هنا وهنا، نتمنى يكون دائما متواصل هكذاك باش واحد ما يقدر ما يصادر يبقى دائما عنده لي روبير تاعو. اذا هذا الاسبوع الثقافي نذكر انه مقام بالجزائر وليس بفرنسا، يخص الجاليه الجزائريه المهاجرين، جو ضيوف في بلدهم، ما يعتبروش ضيوف لكن جو بيتهم الكبير الذي الصدر الذي يحتضن كل الجزائريين. هو الجزائر من اجل تسليط الضوء على مهاراتهم، على انتاجهم العملي، العمل السينمائي الذي يبرز ربما ظروف معيشه الجاليه الجزائريه المقيمه بفرنسا. اذا هذا الاسبوع الثقافي بقصر الثقافه مفدي زكريا يتواصل لغايه 28 من الشهر الجاري. اذا هي تظاهره وتعتبر جسر تواصل بين الجزائر وابنائها المغتربين، خاصه لانه نسبه كبيره جدا من الجزائريين مقيمين بفرنسا. اذا واحده او واحدتين من المغتربتين خارج الديار خارج الجزائر تصرح اكثر حول هذا التظاهره لانها تعتبر جسر تواصل واعاده التقاء وتلاقي للشعب الجزائري. نتابع. حاجة مهمة كتير بالنسبة للمهاجرين باش يكون هكذا ان بون بين الجزائريين اللي عايشين في الخارج والجزائر بلادنا. دي حاجة مليحة ديجا بوغ سيغتو بوغ الجالية اللي في الخارج، سيغتو بوغ نو جان كي سي دو جان ايميغري. هذا العمل او هذا الفعالية الثقافية يعني تفيد كثير الشباب الجزائريين المهاجرين. في خلال هذا التظاهر وهذه الفعاليه حيتم تقديم عروض سينمائيه فنيه وحتى خاصه بتصوير فوتوغرافي كذلك مقيمه على مستوى دار عبد اللطيف وكذلك بمتحف السينما وكذلك بفندق الاوراسي. اذا هذا فيما يتعلق بالتظاهره الثقافيه الجزائر في القلب اللي انطلقت يوم امس وتتواصل الى غايه 28 من شهر ماي الجاري. راح نروح الان لطفي الى عالم السينما ككل يوم خميس وككل نهاية أسبوع حتى نطلعوا المشاهدين على أبرز الأفلام الجديدة اللي راح تكون بحول الله في البوكس أوفيس وراح تكون إن شاء الله عام 2016. إذن مع مطلع عام 2016 أو في العاشر جوان 2016 راح يكون الجزء الثاني من فيلم الخيال والفيلم الإثارة ناو يو سي مي أو الآن. السينما الأمريكية لم تترك مجال إلا وأبدعت فيه حتى عملية استحضار الموتى. أكيد لطفي، لأنه في هذا الفيلم مجموعة شباب ومجموعة مراهقين يحاولون أنهم يخدعوا الناس من خلال خدع بصرية عن طريق السحر وخفة اليد حتى يقدروا يقوموا بعملية سطو على كبرى المصارف وكبرى البنوك في أمريكا. إذا هذا فيما يتعلق بناو يو سي مي أو الآن أنت تراني في نسخته الجديدة راح تكون يوم العاشر جوان 2016 بحول الله. في انتظار أنه يصدر الجزء الثاني راح نروح الآن إلى متابعة الجزء الثالث أو ذكر أو نشوفه مع بعض الجزء الثاني لأنه حيكون هناك جزء ثالث من فيلم جيجو. هذا الفيلم نوع نشوفه مع بعض الجزء الثاني في انتظار أنه يكون الجزء الثالث بحول الله في عام 2016. يلا سينمائي يحضر ليه لعام 2016. خلال عام 2016 إذن في نسخة جديدة أخرى، الفيلم الثالث اللي معنا نهار اليوم نسخة جديدة من فيلم الخيال كذلك اللي حبوه بالبزاف خاصة فئة الأطفال. الفيلم اللي راح يقوم بدور البطولة فيه الممثل جوني ديب. حتى الكبار يحبوه. أكيد يحبوه جوني ديب. إذن مع الممثلة الشابة يعني مايا دور الاكتشاف اللي كنا نتسناو فيه نوال اكتشاف انه الكبار. اذا راح نشوفوا مع بعض شخصيه اليس في بلاد العجائب او اليس ان وندر لاند. اذا نروح نشوفوا مع بعض اليس في بلاد العجائب، وراح يكون هناك الجزء الثاني في 2016 ان شاء الله.
حليز في بلاد العجائب يبقى العالم اللي يحكم فيه ربما كل الأطفال الصغار. إذا هو العالم أكيد اللي العالم البريء أكيد اللي دائما كل واحد فينا يحب أنه يرجع له. إذا هذا فيما يتعلق ب أكيد حبيت ترجع له أنتم من أنتي من محبي هذا النوع من الأفلام. أكيد سوسن. إذا هذا فيما يتعلق بثلاث أفلام لنهار اليوم راح تكون كل هذه الأفلام في 2016. راح نروح الآن مع بعض إلى أول موعد ثقافي في الأجودة الثقافية وهو الحفل الغنائي الموسيقي من طابع الملف اللي يحييها الفنان القسنطيني عباس ريغي يوم 31 ماي جاري بقاعة ابن زيدون على الساعة 7 مساء. إذا بقية المواعيد الثقافية نشوفوها مع بعض في الأجندة الثقافية. أوكي. ربما أبرز حدث ثقافي هو الأسبوع الثقافي المصري بالجزائر. بالجزائر إذا في إطار قسنطينة عاصمة الثقافة العربية وكذلك انطلاق فعاليات المهرجان الوطني للمسرح المحترف يوم الأحد 24 ماي الجاري بالمسرح الوطني محي الدين بشترزي في طبعته 10. إذا كان هذا فيما يتعلق بأهم المواعيد الثقافية نهار اليوم في انطلاق أن تكون هناك مواعيد ثقافية بداية الأسبوع المقبل بحول الله. شكرا لك أليس. نوال أليس لطفي أليس. شكرا لك أليس في برنامج الشروق برنامج. شكرا لك نوال. أسبوع موفق مشاهدينا. ابقوا معنا ما تروحوش بعيد. بقية المحطة الأخيرة أخبار الجزائر عبر مواقع التواصل أو عبر النت بعد هذا الفاصل. نعود نحيي كامل ليلتحقوا بنا في آخر محطة لنهار اليوم من برنامج شروق مورنينغ واللي خصصناها للحديث عن العديد من المواضيع التي أدرجتها كمواضيع رئيسية العديد من المحطات النت. إذن انضم لنا ياسين والبداية ستكون من العربي هكذا. علي تنقول لك علي عفوا رجعت من نهايه الاسبوع يكون دائما في خلط يعني ماشي غير انا اصبح انا خلط في الاسماء حتى انتقاما لبوسبوله. صباح الخير عليكم وصباح الخير لمشاهدينا مجددا. اذا اخبار النت كما ذكرتوا اليوم نحاول نلخص فيها اهم. قل لي سؤال فضولي واش كنت تدير ما بين الوقت اللي قدمت فيه اخبار الصحف واخبار النت؟ كنت نحاول نجيب آخر أشياء تم دولها في مواقع التواصل الاجتماعي. إحنا دائما في الشروق نعمل العمل ثم العمل حتى ما عندناش وقت للأكل معنا. حتى يكون المشاهدين أول من يعلم. صحيح أول من يعلم في هذه الأمور. مش راهم فلاري جيران بخير؟ لا بس اللي شافهم العربي يلا نبدأ بالعربي. نشوفوا مع العربية اللي تناولت موضوع دبلوماسية الجزائرية لكن من جانب آخر لأنه الملك نعم في إفريقيا نعم في إفريقيا لكن نشوفها من جانب المملكة المغربية لأن نشوف حسب ما نقلته العربية دوت نت أنه المغرب أو الملك المغربي الآن يقوم بجولات ماراثونية في دول الإفريقية حتى في دول زارها من قبل وعاود يزورها الآن حتى يقوم بضغط عليها أو ضغط غير مباشر حتى يفرض التواجد المغربي في هذه الدول ترقية للدبلوماسية المغربية. وعلى حسب الموقع دائما وعلى حسب مراقبين يقولوا أن هذه التحركات هي لمنافسة الجزائر حتى تكون المغرب في مكانة أكبر من الجزائر في إفريقيا وأيضا للضغط لكي لا تحترف هذه الدول
بالصحراء الغربية بالنسبة لهذا الموقع. فهذا نشوف كيف تناولته وكيف يشوفوا الدبلوماسية المغربية مقارنة بالدبلوماسية الجزائرية اللي وصفها الموقع أنها في تراجع. منشغلة بأمور أخرى ربما الدبلوماسية الجزائرية. الدبلوماسية الجزائرية في العامين الأخيرين شهدت تطور ملحوظ خاصة فيما يتعلق بحل الأزمة في مالي أو في ليبيا، ولكن المغرب كما قلت ياسين نجد أنه يريد أن يتنافس على هذا الدور بقوة. صحيح، حتى يمرر القضايا، قضايا اللي تهمه أكيد. هذا بالنسبة للموقع العربي دوت نت. نروحوا وش هو وضع الإعلام الإلكتروني في الجزائر بالنسبة لأي موقع يا لطفي؟ هافينغتون بوست نقل آخر دراسة أو آخر دراسة قامت بها مؤسسة فرنسية كما نشوف صور الآن. هذه الدراسة تعنى بالإعلام الإلكتروني في دول عربية. عملوا هذه الدراسة على 9 دول عربية منها الجزائر، والجزائر مع الأسف جاءت في المرتبة الأخيرة في هذا الترتيب. على حسب الموقع قال انه الجزائر ما بين 2000 وهذه الدراسه عفوا قاموا بها ما بين 2014 و2015، يعني في مده 12 شهر. وتقول انه مثلا في 2013 كانت نسبه الانترنت او نسبه وصول الانترنت الى الجزائريين تقريبا 17%، وفي 2013 نفسها في نفس المده كانت في لبنان مثلا 71%. فنشوف هنا في تراجع بالنسبه للجزائر بالرغم من انه يعني اصبح الكثير من الجزائريين يستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي. لا انا حاب اقارن مثلا لبنان هو بلد صغير عنده نسبه تحصل بالنسبه للبنانيين 71%، بالمهم يقدروا يتواصلوا بالانترنت. اما في الجزائر في 2013 كان 17%. على الرغم من الاصلاحات يعني شوفوا انه في مواقع الكترونيه سرعه التدفق ربما هي المشكله. في مواقع الكترونيه كثيره يعني في شتى المجالات، ربما سرعه التدفق هي المشكله. ما زلنا في هذا الامر، ليس فقط كل هذه الامور سرعه التدفق، الرقعه الجغرافيه اللي يصلها الانترنت. فنشاهد انه الوزاره تقوم تحاول ان توصل الانترنت الى جميع الرقع في الجزائر، لكن يبقى هذا الامر قليل مقارنة مع الدول الأخرى والدول العربية. هنا نشوفوا أنه جينا في المرتبة التاسعة أي المرتبة الأخيرة بالنسبة لهذه الدول. عاد نرجع للموقع العربي. الموقع العربي عجبني هذا، لفت نظري هذا صبر الآراء اللي عملوه حول قيادة المرأة للتاكسي. هو الموقع العربي الجديد عمل عندنا في الجزائر نساء يقودوا تاكسي، لكن تبقى قليلا نوعا ما مقارنة يعني لأنه مجال حكر على الرجال. فالعربي الجديد تقر من بعض المواطنين حتى يسألهم هل يرون أن المرأة، هو سؤال بالضبط، هل أنت مع أو ضد أن تسوق امرأة سيارة الأجرة أو تكون سائقة عمومية. فعلى حسب الإجابات كان فيه شرائح من المجتمع مختلفة حتى شرائح سنية ما بين 30 إلى 50 سنة أو عشرينات. فكان فيه ترحيب من هذا الأمر، لكن كانوا يقولوا أنه لازم يكون فيه تعاون من جانب المحيط الجزائري، من جانب أيضا المجتمع الجزائري حتى يكون فيه تقبل. يعني المرأة الجزائرية وصلت إلى العديد في من المجالات، لن يقتصر الأمر أو مش حيجيها الأمر على سياقة سيارة الأجرة، ساقة القطارات، ساقة الطائرات، فلن يتوقف الأمر على سيارة الأجرة. ربما بالنظر إلى سلامتها من أجل توفير الأمن للمرأة التي تقود سيارة أجرة واللي ربما تتعامل مع أجانب في كثير من الأحيان، حتى من جانب السلامة. جانب بالسلامه وال لازم دير دروس اعتقد في الجيدو، الكونغ فو والجيدو والدفاع عن النفس. الدفاع عن النفس. نروحوا الى موضوع اخر خارج الجزائر لكن عنده اثر علينا نحن كمسلمين، هي ما يعانيه اقليه الروهينجا في دوله ميانمار. هي في اسيا، في اقصى اسيا. هذه الاقليه تعاني من اضطهاد كبير لانه لحد الان لم تقبلهم دوله ميانمار، لا تعتبرهم جزءا منها. هم متواجدين في هذه الدوله لسنوات كثيره ولعقود كثيره. رغم ان في هذه الدوله 800,000 شخص من روهينجا، من مسلمي روهينجا، يعيشون في هذه الدوله ويتعرضون لإبادات جماعيه للاسف من قبل البوذيين. نعم، ولكن للاسف حتى وسائل الاعلام لا تسلط الضوء بكثره على هذه الفئه وهذه الشريحه من المسلمين، حتى انه زعيمه المعارضه في ميانمار سان سوتشي التي تحصلت على جائزه نوبل للسلام في عام 1991 ولكنها للاسف لم تتعرض او لم تتطرق ولو لمره بكلمه واحده عن هذه الفئه. لانه فيها ضغوطات، يتعرضون لضغوطات لانه الاغلبيه هي الاغلبيه من البوذيين في دوله ميانمار او بورما، فعندهم ضغط كبير على السياسيين وعلى الجانب صنع
ولكن العيب أنه فينا نحن كمسلمين لم نسلط الضوء كثيرا على هذه الأقلية. فمثلا شوفوا هذه في هذه الصورة الهاشتاج and the Rohingya crisis مثلا لم يتم تداوله أبدا في دول مثل الجزائر ودول أخرى. فتداول هذا الهاشتاج هو جزء من ياسين ولبعد عنده، لكن اليوم لا أظن أنه أيضا بعد المنطقة أو البعد الجغرافي عنده أثر، لأنه بمواقع التواصل الاجتماعي ألغت كل الحدود. ألغت كل الحدود، فهي كانت في الماضي صحيح يمكن أن نعتبرها كحجة، لكن اليوم لا حجة لنا في تسليط الضوء على ولو تسليط الضوء على هذه المعاناة. هناك ربما مأساة أخرى يعاني منها فئة الروهينجا، وهي أنهم الآن نظرا للإضطهاد والإبادات الجماعية والمجازر التي يتعرضون لها أصبحوا يفرون إلى دول أخرى، وللأسف هناك من يلقى حتفه في السواحل، وهناك من وصل ولكن حتى وصوله يعني مش مضمون. الآن ماليزيا وأندونيسيا رفضت استقبالهم، والبارحة أعلنوا أنهم سيستقبلونهم لمدة سنة فقط. يعني فيه مفاوضات الآن حتى استقبالهم. الفوارق بين البشر يعني ربما التمييز العرقي والتمييز الديني موجود كثير في هذه المنطقة. أنا فقط أردنا أن نسلط الضوء ولو بقليل من هذا المنبر على هذه الأقلية، أقلية الروهينجا اللي تعاني كثيرا. هذا ربما الشيء اللي أدى إلى بعض الأشخاص أنهم يبتكروا دومة شبيهة للإنسان التي ربما فيها نوع من الرحمة، بالرغم من أنه ما عندهاش قلب، لكنها بالرغم من جمودها لكن يمكن أن نتحكم فيها ونعطيها إيحاءات تحيي بالخير بالابتسامة بالتفاؤل أيضا. هذا اللي خلينا ننتقل إلى الخبر الثاني اللي نروح الآن إلى المملكة المتحدة إلى بريطانيا. هذه حملة بدأت على تويتر، موقع تويتر، إذا ممكن نشوف الصورة الآن. هذه الحملة بدأت على موقع تويتر، هي أمهات لأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يطالبون شركات كبرى الشركات لصناعة الدمى أن يصنعوا دميات تشابه هذه الفئات. مثلا نشوفه الآن هذه كفيفة، مثلا فتكون دمية كفيفة حتى الطفلة تشوف نفسها في هذه الدمية. مثلا هنا نشاهد معاقة جسديا. فكل هذه الأمور لابد على حسب هذه الأمهات لابد أن تكون في هذه الدميات حتى الأطفال يكون عندها تأثير ولا يحسون بتمييز لباقي الأطفال اللي يكون في تقبل أيضا تقبل لذوي الاحتياجات الخاصة. هذه الصور في صورة أخرى أيضا ربما نشوفها. كانت هذه بالنسبة لهذا الخبر اللي حملة بدأت على موقع التواصل الاجتماعي، لأنه نشوفه أنه في الدول الغربية الحملات وحملات الضغط لها تأثير كبير على صناعة القرار. وهنا في الجزائر عندنا نوعا ما كنت تكلمنا على حملة اللي قاموا بها مع بالنسبة للتنورة القصيرة في الجامعة، فكانت فيه بدأت هذه الثقافة تدخل الجزائر بالنسبة للحملات الإلكترونية. لكن احنا أطفالنا يعني ما يحتاجوش إلى هذا النوع من الابتكار، لأنه الدمى تكون سليمة في يد الطفل بعد تروح لها يروح لها ذراع يروح لها تولد. أكيد أنت كنت أعتقد لطفي أنه يتحدث عن تجربة بناء على تجربة خاصة يخلع لها عيب يخلع لها ذراع أنه عنده فضول كبير، يعني أكيد الدمى ريعانات معك لطفي أو يتحدث عن تجربة. نروح الموضوع آخر. لا كثير المزبولة يعني عندها دمية قد تنسكة ومحافظة بها من نظر. أنت دمرتها لها يا لطفي؟ أنت دمرتها لها ولا مزبولة؟ لا هي مخلوعة، العين مخلوعة، اليد من ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى خبر آخر الآن، نبقى في العالم الغربي إلى الولايات المتحدة الأمريكية الآن. كان فيها كنا شاهدنا في الأشهر القليلة الماضية كان فيها مظاهرات خرجات بالنسبة للأمريكيين ضد قتل أمريكيين من أصول إفريقية وكان التمييز العنصري، مظاهرات ضد الشرطة. كان في هذا الفيديو نشوفوه ونعلق عليه اللي عملته هي مبادرة من طرف الشرطة الأمريكية. أخيرا تراجعت نقول شعبيتها ولمصداقيتها عند الشعب الأمريكي، خاصة بعد حالات التمييز العنصري ومقتل شباب من أصول إفريقية. نعم. ومن الفيديو نشوفوا أنه بعض الأشخاص رفضوا إعطائهم العناق أو الأحضان بالأحضان. خرج روح عنق شرطي. نبدأ نعم أكيد حتى يكون في تواصل مع جميع الجزائريين. وثائق دي المخالفة ونكون شنق عنقه. سبقوا في المبادرة. يقولوا مبادرة بدأت من الشروق. روحوا إلى خبر آخر هو عن هذا ننقله على نشوف هذا الفيديو. هو أحد الشباب التعبير والحديث عن بتلقائية وبخفية أيضا وبنوع ما من تحتمل على الارتجال على البساطة على العفوية أيضا في التقديم.
حتى يكون في تواصل مع المسؤولين مثلا والمشاهدين وياخذوا فيه جانب السخريه. السخريه هو مبني على السخريه، مبني على لانه هذا التوقيت نتاعو في اخر الليل، هو اسمه ذا ليت شو، يعني يبدا من الساعه تقريبا 10 ليلا. فهدفه هو تقديم المعلومه وايصال صوره المسؤول او الفنان بطريقه مرحه، طريقه فكاهيه ان صح التعبير. هذا وكان هذا اخر نشوف الفيديو هذا، وكانت اخر حلقه له على قناه الام بي سي، اخر اطلاق. اخو حسام اللي كانت عملت معها انترفيو، يا مشروع مذيعه في المستقبل. وقتاش تجيبها لنا ياسين؟ نحاول نتصل بها ربما في يوم الطفل حتى تقدم معنا يوم الطفل، يوم العالمي للطفل. يا حتى نشوفوا. نتمنوا التوفيق لكل الطلبه المقبلين على اجتياز امتحان البكالوريا والسيزيام على قولتها، وكذلك المتوسط. البيام نسيت هي البيام. هي حاولت أن ترسل رسالة تشجيع للطلبة الجزائريين وأهمية الدراسة. شفنا حبينا نشوفه، نعمل مقارنة ما بين البعض والآخر. البعض اللي كان يقول هذيك فقط كانت الفيديو الأول اللي شفناه، كان في تظاهرة كان يتكلم مع وزيرة التربية بن غبريت، كانت تظاهرة أظن هو في قصر نعم في قصر المعارض. فكان يقول نحن لا نريد الدراسة ولا ندرس. وشفنا الجانب الآخر أنه فيه أطفال يحبون الدراسة ويشجعون عليها. ما شاء الله عليها، يعني ربي يطول في عمرها. طفلة موهوبة. موهوبة صحيح، موهوبة. هنا نشجع مشاهدينا أن يرسلونا مثل هذه الفيديوهات، هنا حتى نشجع هذه المواهب الجزائرية. كان هذا نداء نوجه لكل الاولياء، كل شخص يشوف في ابنه عنده موهبه على المواقع خاصه يسجلوا عن طريق الفيديو ويرسلها الى موقع التواصل الاجتماعي حتى يعملوا لها على الفيسبوك صفحتهم، يعملوا الهاشتاج تاع شروق مورنينغ. يعني عندنا كثير من وسائل التواصل الاجتماعي، متواجدين في تقريبا في كل وسائل التواصل الاجتماعي حتى تسهل هذا الامر، فقط عليهم يتواصلوا معنا. كان هذا اخر فيديو، اظن اخر ركن كنت انا معكم، دائما نختمها بالمسك اظن. يلا ختامها مسك. اكيد ختامها مسك. شكرا لكم وشكرا لمشاهدينا. نهايه اسبوع موفقه لك. اذا باخبارنا تكونوا قد وصلنا الى ختام عدد هذا اليوم.